قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا أطياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فبها الفكر غداك شموس وسناء العلم سيرفعنا أطياب سقتنا إبداعا وطموحا بات يسابقنا فبها الفكر غداك شموس وسناء العلم سيرفعنا أطياب سقتنا إبداعا وطموحا بات يسابقنا وطموحا بات لدينت إيو أرديدا حفلة دان أو أقيم بضن إن إيك سوخيب قلن حقيقة ما أنت ومال مهم سن حقا دين هذا أو متخرجين إيو أرديدا دكسيقا دكتا إن شاء الله حفلة دين وحانكو بلان دونا افتتاح القرآن أرديد لهم مع موسى عبد الكريم فليتفضل مشكورا مأجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب الله الطالب خير الجزاء موسى عبد الكريم ما شاء الله تبارك الله وحان وعدونا إن شاء الله أرديدا وخالدونا النشيد كما عيسا نشيد الترحيب يعني نشيد تتكلسوا دبينا هكسوا دبينا أرديدا إن شاء الله نقدم لكم
ونشود عنوان وأحييكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فهنا وردنا أنتم وكل الورد نوديكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فهنا وردنا أنتم وكل الورد نوديكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فهنا وردنا أنتم وكل الورد نوديكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فهنا وردنا أنتم وكل الورد نوديكم. عصافير من الخلد تقعد بين آليكم، جوانحنا لكم سرور ومن دمنا نقاديكم. عصافير من الخلد تغرد بين آليكم، جوانحنا لكم سرور ومن دمنا نقاديكم. جوانحنا لكم سرور ومن دمنا نقاديكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فهنا وردنا أنتم وكل الورد نوديكم. ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم، بكم ضاءت معافرنا وعم النور ناديكم. ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم، بكم ضاءت معافرنا وعم النور ناديكم. ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم، بكم ضاءت معافلنا وعم النور ناديكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق ناديكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم. فيا هلا ويا مرحى حللتم بين آليكم، بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم. فيا هلا ويا مرحى حللتم بين آليكم، بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم. بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم. هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن وحنقدم إن شاء الله عرض الحديث قالوا ملعاو لو أرديك خيب قلنا إن شاء الله عبد الله محمد عبد الناصر أكو سورة بذن. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل القلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنا أنس الغوري رضي الله عنه إلى كرادي هذه رسول قوحه صلى الله عليه وسلم مركوم سقش قال يوحدي جرى: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن أبي هريرة الأغبري رضي الله عنه إلى كرادي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حجر أمدي ذي نادي وما أهتين لأمرتهم أن أمر لها بالسواك عديق عند كل صلاة صلاة والبأكت هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفترة خمس: الختان، الاستحداد، قص الشارب، تقليم الأطفال، نفط الإبط.
عن أبي هريرة الجبري رضي الله عنه إلى كراد رسولك صلى الله عليه وسلم وحير الفدرة قمص فدرة باشن القتال إن لجود عنق مركو يريهاي الاستعداد قفك مركو غنقار واتما هوسين اسكحيرو القتال قص الشارب وشاربين اسكا قاوي التقليم الأظافر عجاين اسكا قاوي ونطف الإبد كالكشن أوطفو. عن عمان مشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم وليخالفن الله بين وجوهكم. عن عمان بن بشير الأجوي رضي الله عنه إلى كراد هذا رسولك صلى الله عليه وسلم وحير أو تسفيسان أو تسفيسان صفف يلكينا أو إلى يحسدفنا يا قلوبتنا. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. عن أبي قتادة الأجوري رضي الله عنه إلى كراد هذا رسولك صلى الله عليه وسلم وحير إذا دخل أحدكم المسجد مدكين دو مساجد كسوغل فليركع ركعتين لو ركعت أتكد أنتو سنفدي سننكهر. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. عن أبي قتادة الأجوري رضي الله عنه إلى كراد هذه رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري إذا اشتد كللك دوزا إذا صلاة قوجية أو دبدقة كللك درناشيد وحوى من فيح جهنم نار جهنم نفت ذوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب فقال أصليت؟ قال لا. فقال صلي ركعتين. عن أبي هريرة الأجوري رضي الله عنه إلى كراد هذا رسولك صلى الله عليه وسلم أصقوا قطبين أي مالين تجمعها إن أي مساجد كصوغ لي رسولك مركز أيوه متوك تي ننك مركز كوير مي رسولك وحير توكو لبركع توكو. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. عن أسامة بن زيد الأجوري رضي الله عنه إلى كراد هذا رسولك صلى الله عليه وسلم وحير لا مسلم كمدح لقالك قالك أنا مدح لمسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. عن أبي هريرة الأجوري رضي الله عنه إلى كراد رسولك صلى الله عليه وسلم وحير ننك دوك فديست أفرت هذا قعن دحدها ثم جاهدها أوشغي فقد وجب الغسل غويسا ياك واجبي وإن لم ينزل يسنشابك إيمان ب. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى خير هنيسي لبدينا إنتان أو حديثنا إيسو شيئا هل حديث أخوان دونا أو مشهور لأخانه حديث كاسو حواي خفك مسكوش كهر انتو قلين وإنو له اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دعا سدا أخر محاكود عدونا وحاكود عدونا مسكوش حافريا جنيق علمي سميش فريا مرك دعا سدا أخر واكو استاكتي وحاليا وجنيق إنو كسوراع تتبضن أو حامخليسا نن كان جنيا كودا عناكس جنيا كودا عدي ليا ودعاء ما أخرين هذا كذب هل يسكت إن شاء الله دعاء إن الأخرين مسك شكر إن الجلين وحاجو حيد وأنا إن شاء الله برنامج كين سا وبانجيسني أناشيد القرآن أناشيد كسابسا قرآن أو أردي ركمت أه أو كسور بعدين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم أنشودة بعنوانها القرآن. ألف لام ميم القرآن الكريم يتلو الأطفال في حب وجمال. ألف لام ميم القرآن الكريم يتلو ما أحلى الكلمات في تلك الآيات ما أحلى الكلمات
قطرا عطرت الأجواء نسمات قطرا عطرت الأجواء عطرت الأجواء ألف لام ميم القرآن الكريم يدلو الأطفال في حب وجمال ما أحلى الكلمات في تلك الآيات ما أحلى الكلمات في تلك الآيات ألف لام ميم القرآن الكريم صوتك ما أنت ألف لام ميم القرآن الكريم يدعو الأطفال في حب وجمال ما أحلى الكلمات في تلك الآيات ما أحلى الكلمات في تلك الآيات ألف لام ميم القرآن الكريم يهتف يا الله قولك ما أحلى قولك ما أحلى ألف لام ميم القرآن الكريم يدعو الأطفال في حب وجمال ما أحلى الكلمات في تلك الآيات ما أحلى الكلمات في تلك الآيات ألف لام ميم القرآن الكريم أصوات الأطفال ونساء ورجال أصوات الأطفال ونساء ورجال تقرأ في القرآن تجدو في إيمان تقرأ في القرآن تجدو في إيمان نشهد أن الله أنزل وحسن نشهد أن الله أنزل وحما أنزل وحما ألف لام ميم القرآن الكريم يدعو الأطفال في حب وجمال ما أحلى الكلمات في تلك الآيات ما أحلى الكلمات في تلك الآيات القرآن الكريم وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم القرآن كلماتها هي حلاوة إن شاء الله وحاب حيضنا حوارك سابسا مادة الفخي وسجودين دانا لو أردي كمدأها دكسي دكتان لو مقعاو خالد يا عبد الرحمن وحيضنا إن شاء الله تمثيلية بالإنجليزية وسوجين دونا نقدها حكسود هذا إن شاء الله We are here to present a play on the importance of knowledge السلام عليكم وعبد الله وعليكم السلام أم سلمة How are you? الحمد لله I'm fine Where are you going with your daughter? She's so smart, beautiful, and healthy. Ah, Umma Abdullah, say mashallah. Mashallah? But why should I say mashallah? None perfect smartness and beauty but Allah. It is to praise and appreciate the beauties of Allah. Mashallah, knowledge doesn't end. Now, where are you going with your daughter? We are going to school. Going to school?
What's wrong with your daughter? Nothing is wrong. Good news, Umm Abdullah. My daughter was engaged yesterday. Friday evening will be her nikah. What about learning? Her father stopped her from learning. I'm going to school to inform the head teacher about it. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. What, Umm Abdullah? Somebody passed away? No, but her engagement is worse than that. Tell me, dear, is it bad for her to be married? Not bad, but it should be after her schooling. How old are you, daughter? I'm 9 years old. Our daughter's still young for marriage. Not only that, we should consider knowledge first. The first thing Allah commanded us is knowledge. Allah said in His Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. In this surah, Allah describes the importance of knowledge. The Prophet also advised us by saying, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. He also said, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Seeking knowledge is a command to every Muslim boy and every Muslim girl. Please advise me what to do now. Please go back home, talk to your husband, explain the importance of knowledge and the dangers of early marriage. And the dowry, it is already given out. Forget about it. It can be returned. Please let the daughter learn first. Thank you. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, may Allah bless you, auntie, for guiding my mother that much. For long, I explained to her, but she refused to understand. Don't worry, daughter. You will, inshallah, continue with your studies. Fi amanillah. Fi hifdillah wa ri'ayati. MashaAllah, MashaAllah. May Allah bless you, girls. And may you lead a happy life, inshallah. Wahaibu hikdana, inshallah. Hafladayna. قراءة من الجزرية متألف شمس الدين محمد ابن الجزرية وسجدين دون مجع عبد الله عثمان أرديل مجع عبد الله عثمان فليتفضل مشكورا مأجورا. أنا طالب من مدرسة الفرقان لتحفيظ القرآن وتربية الإسلامية. أقدم لكم متن الجزرية. يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومخرج ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنسهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين قاؤها والخاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لتراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لموتاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لطار أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والدال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة وضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قد بكت وبين رخ والشديد للعمر وسبع عل خص ضغط القد حصر
وصاد ضاد ضاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما وانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين صادا استدل والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجوهد القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله ورد كل واحد لأصله ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف باللطف في النطق بلا تعسف وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا ما شاء الله تبارك الله. طالب عبد الله عثمان إن شاء الله حفل دينا سأوبان جنساني وحاق حيضونا قصيدة وسوخايدونا قبلها وموضوع إيكوتهي دين الإسلام وكسود أبدا إن شاء الله. وقفنا أمامكم لننشد أنشودة بعنوانها لا لا تحسب لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شطرنا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل وعلي تهدينا وتنادينا للخير ينهى فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل عائل يهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر في الدين صلاة وصيام والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل عوالي تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل عوالي تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شطر جا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل عوالي تهدينا وتنادينا للخير ينهى
شاء الله وحوحيك دونا عبد الله وكسونا خندونتا خطبة جيدينيس وكسابسا أهمية العلم باللغة العربية فليتفضل مشكورا ماجور. وقفت أمامكم لألقي على مسامعكم خطبة بعنوان فضل العلم وأهله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لقد رفع الله شأن العلم وأهله وبين مكانتهم ورفع منزلتهم، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. وما ذاك إلا لما للعلم من أثر في حياة البشر، فأهل العلم هم الأحياء وسائر الناس أموات، كما قال الشاعر: العلم يجلو العمى عن قلب كما يجلي سواد الظلمة القمر، فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المقاسي وبالجهل المذلة والرغام. ولقد منع الله سبحانه المساواة بين العالم والجاهل لما يختص به العالم من فضيلة العلم ونور المعرفة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. عباد الله، إن شرف العلم إن طلب العلم شرف لا قدر له، ولا يجهل فضل العلم وقدره إلا الجاهلون. قال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فختم، وإن كنتم وسطا ستم، وإن كنتم سوقة عشتم. فمن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم حال شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. إن طلب العلم خير ما ضيعت فيه الأعمار وأنفقت فيه الساعات، فالناس إما عالم أو متعلم أو همج رعاع، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولقد جاءت نصوص الكتاب والسنة منوهة بفضل العلم وأهله والحث على تعليمه وكسبه، فقد شرف الله على هذه الأمة حيث جعلها أمة العلم والعمل معا تمييزا لها عن أمم الظلم والجهل. وجاءت الصيحة الأولى المدوية التي أطلقها الإسلام في أنحاء المعمورة لتنوه بقيمة العلم والعلماء وتسمو بقدره، وتجعل أول لبنة في بناء الأفراد والشعوب وكيان الأمم والمجتمعات القراءة والكتابة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيها الحاضرون، بالعلم تبنى الأمجاد وتشيد الحضارات وتسود الشعوب وتبنى الممالك، بل لا يستطيع المسلم أن يحقق العبودية الخالصة لله تعالى فضلا عن أن يبني نفسه كما أراد الله سبحانه، أو يقدم لمجتمعه خيرا أو لأمتي عزا ومجدا ونصرا إلا بالعلم. وما فشى الجهل في أمة من أمم إلا قوض أركانها وصدع بنيانها وأوقعها في الرذائل والمتاهات المهلكة. قال الشاعر: وإن كبير القوم لا علم عنده
صغير إذا التفت عليه المحافل. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزى الله الطالب خير الجزاء ليتكلم موضوع عن هذه أهمية العلم. إن شاء الله وحاكو نكستو حانخنطونا إن شاء الله نشيد أو قصاصا عن الأب قصود هذا. نقدم لكم أنشودة بعنوانها فضل الوالدين. يا أبي أنت حبيبي أنت أهل المكرمات، أنت تسعى لسروري، أنت تشقى لنجاتي، أنت تشقى لنجاتي. يا أبي أنت حبيبي أنت أهل المكرمات، أنت تسعى لسروري، أنت تشقى لنجاتي، أنت تشقى لنجاتي. يا أبي أنت حبيبي أنت أهل المكرمات، أنت تسعى لسروري، أنت تشقى لنجاتي، أنت تشقى لنجاتي. يا أبي أنت حبيبي أنت تسعى لسروري، أنت تشقى لنجاتي، أنت تشقى لنجاتي. كل شيء تبتغيه أنت رالي في الغداة، ولأمي كل فضل فهي روحي وحياتي، فهي روحي وحياتي. كل شيء السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاكم الله خيرا. حقيقة أبو حتى حقو لي هي أصيب فجركي أيوكو سوكعنا دكسي أيوكو ديارنا، لكن ما أنت دابينا تد إنا أو فجي جيستيز معها وإنا أبها مرول بود عيسى يهيدا مرول بين أود عيسى. وحيدونا إن شاء الله خطبة أو كساب سن علم لكن لغة الإنجليزية وسو جيد انت ارديه لو مغا عائشة عبد القادر فليتفضل لي مشكور ماجور. May Allah's peace, mercy and blessings be upon you. Today I am pleased to stand here to discuss the importance of knowledge. The purpose of this article is to reflect on the importance of knowledge. Islam has given great importance to the process of seeking knowledge. If we
If you look at the first five verses revealed from the Holy Quran, we can see the word Iqra, which means read, is repeated twice, and the word Qalam, which means pen, is mentioned once, and the word Allama, which means taught, is repeated twice. Let us have a look on the translation of these verses in Surah Al-Alaq. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Read in the name of your Lord who created. Khalaq al-insana min 'alaq. He created man from a cloth. Iqra' wa rabbuka al-akram. Read, and your Lord is the most honorable. Alladhi 'allama bil qalam. Who taught by the pen. علم الإنسان ما لم يعلم. Taught man what he knew not. Islam makes a religious duty upon Muslims to seek knowledge. Seeking knowledge with the intention of benefiting oneself and the people is rewarded like performing additional prayers or fasting. The Prophet sallallahu alayhi wasallam says, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Seeking knowledge is an obligation on every Muslim. Whoever seeks knowledge and help others to learn will be rewarded, will get uncountable rewards from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will grant him high ranks in this world and hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah will exalt those who believe among you and those who have been granted knowledge to high ranks. Knowledge is more important than wealth and property. No wonder, knowledge is among the important things Allah subhanahu wa ta'ala directed Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to pray for it so that he'll be granted more. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, and say, my Lord, increase me in knowledge. We ask Allah subhanahu wa ta'ala all the time for paradise. Seeking knowledge is one of the things that will surely lead us to paradise. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, whoever follows a path in pursuit of seeking knowledge, Allah will make his way easy to Jannah. There were many Muslim scientists who had great achievement in different branches of science. For example, Ibn Sina was a great physician and philosopher. Last but not least, I would like to tell you a saying that says, forward ever, backward never. We should erase the idea of only educating boys and neglecting girls. We are forgetting that if you educate a girl, you have educated the whole community, because she will be the first school to her children in future. جزاكم الله خيرا. Thank you for listening me and lending me your ears. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. May Allah bless you more, Aisha Abdul Qadir. And it's also true that when you say it, people are not nowadays forgetting their daughters to educate them. That's true. وحي أدان أفصمال وتفسيري وحي شيكتي لوذان بر وحال أركا يعني قبلها قري النور يا واي يعني بدل كي تكسي هذا لين وحصو برا الله هين قري آية لغور يا واي لكن مؤيتين هذا أو جبرس تكسي أي تكتمان توح أي صو برتو وحي معلن أنا خندون تا أولاد هذا إله خير أو كسي عايشة عبد القادر وحاب حي قدوني إن شاء الله قوي كساب سن حق معلن تا أو نسو حق معلن كا أو نسو جيدين دون تو جبر لو مجعاو مريم أحمد فليتفضلي مشكورين مأجورين. سلام كذب وحان إذنها يا قبل كساب سنحق معالنك
dad yar oo kooban ayaa ilaabay guud ahaan barayaashii iyo macallimiintii wax soo baray. Inteena kale oo dhammi waynu wada xasuusannahay qaar badan oo ka mid ah macallimiintii gacanta nagu hayay wakhtigii waxbarasho, kuwii gacanta nagu hayay haddana gacanteena usha ku garaaci jiray marka ardaygu qalad iyo gef ku dhaco, waqtiyo ku farxad gelinaya ayay ahaayeen sannadihii aad kuguda wada jirtay waxbarashada kala duwan ee macallimiintuna isku kaa bedeli jireen. Maalin kasta waxay inoo ahayd cashar cusub, khibrad cusub, iyo waayo aragnimo cusub. Habdhaqankeena waxaa ka bedelay fikirka iyo aragtida aynu nolosha ku wajahayno, inoo qabeeyey dareenkeena iyo fikirkeena iyo ficilkeena koriyey, soona gaadhsiiyey kaalin wax ku oola ayaa mudan in la xuso. Maamuus haddii ruux la siin magacna loo yeeli, mansab iyo hadday darajo sare ciddii mulkiya hayso, qofka mudan milga loo taxo lagu mafsuudsiiyo inuu yahay kii maalinaan murankaa tagayne, miisaanka wuxuu weyn yahoo marlo loo noqoye, maankii wuxuu korinayaa maskax ugu be, malaayiin qof buu soo muxshaa oo muraayad ahe, barbaatuu halkii midhooleemaan kuna buuxo, geedaha magoolaaya dajin una maciinaaye. Masadadu waxay quud u tahay muruqa waxyaha ee aqoonta nafta maasha lagu macsuumaaye, cilmi baa ka soo maxda oo lagu majeertaaye, misbaax weeye nuur faafiyo, ciidii ma moogan madaxdiyo, ragnata loo qabto xilalka loo meesho, asigaa daruustiisa ma aan hore u muudsiiyey, bilaash buu ku siin midho aqooneed, manfaciisa kuma koobi karo meerisyadan gabay, ardayahay bal malabkaas jaqo mariyo dhultiina, maalmihiisa kii dayac muruugo jaraane, muqawigu dharaar buu gartaa marin habooneyn, majraha u juxyow ogoo mar halkuu leeyahay, macasidu intaad haysay bay kaa masaxaysaa, mawlihii ilaahay ka baqa Muxamed kiiraa. Wassalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay khayr ugu siiyey Maryam Axmed. Xaqiiqatan macalinka hadduu arday hal ul uu ku dhufto wuxuu aadaa waalidkiisa hooyadiisa, wuxuu sheegaa macalinka intuu iga soo tumi, wuu tusinaa wili inta feeray intuu u soo tumi macalinka, wuxuu hooyada gelina, hooyada waa iska jilacsan tahay, markay aragto calaamadan ay waxay dhahaysaa war macalinka maxaa daaray wiilkaygiisan muxuu tumi, muxuu ka wadaasaan, laakiin ogow macalinkaaga ayaa xaq kuu leh, saa inuu ku galo waa fiican yahay. Nabiga sallallahu calayhi wasalam Jibriil markuu inta ka khabtay oo dhahay iqraa, markaasuu nabiga ku dhahay maa ana biqaari, bilaash ma ahan. Marka macalimiinteena ha u duceyno, waxaa sharafow ah inaa macalimiinteeda hortood istaago. Macalimiinteeda ka mid ah macalin Cusmaan Shariif iyo macalin Axmed. Alxamdu lilah, allahuma sayiban naafica, alxamdu lilah, waa maalin aad u macaan, xuub soo gelayso meel badda aad joogno, alxamdu lilah. Waxaan ku soo dhaweynaa insha allah مدرسة ابن القيم الجوزي أستاذ مؤمن محمد علي، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بمان مرتي شرفته كسوقي بك شيء xafladaani aadka u quruxda badan oo shahaado la gudoonsiinayo arday iyo wiilal iyo gabdho isugu jira ka qalinjibiyey markas Alfurqaan, aad ayaan ugu faraxsanahay. Sidoo kale Ustaad Axmed Xaaji Yare xafidahu llah, wa kadalik Alsheikh Alfaadil الشيخ محمود إيوه علماء كلا الشيخ شريف ممان مرتشفة تسوق يبدو شيء آديا وسلاميا وحان أهي هذا معها مدير المركز من القيمة الجوزي هذا وحان كهد روا إلى المثل معلمين تمن باصورا مجلس أمناء المدارس لتحفيظ القرآن الكريم من باسا مدعو عن تهدي ربا
macalimiinta Mombasa oo dhan dugsiyada qur-aanka ku yaala midowda macalimiinta. Aniga waxaan nahay madalla ama dalad ama guruub qofba sidau u fahmayo oo madaaris qur-aan madaarista qur-aanka Mombasa oo dhan ayaan waxaan nahay dad midoobay oo na ku midoobay sidii loo heli lahaa jiil wanaagsan ku tarbiyooyey tarbiyada islaamka ah, akhlaaq fiican leh, xufaad ah, diintooda yaqaana, sidau ilaahay subxaanahu wa tacaalaa bulshadan aan luqadooda ku hadlayo uu ilaahay ugu soo dhex saari lahaa. Mandalada waxay qabataa ama dalada qur-aanka kariimka ah waxay qabatay ama ay u taagan tahay sidii loo mideyn lahaa afkaarta macalimiinta, fikrada macalimiinta iyo manaahijta duruusta qur-aanka ama qeybta cilmiga sidii loo mideyn lahaa. Madalada waxay qabatay shaqada ugu horeysay dhowr jeerna la sheegay inaan soo diiwaangelinay xukuumadda jirta dowladda jirta ee dowladda Kenya. Alxamdulilaah way inoo ogolaatay, waxay inoo siisay shahaadooyin, ayayna soo siisay shahaadooyinkaasi aan hadda isticmaalayno ay dowladda noo aqoonsan tahay inaan nahay goob waxbarasho oo jirta. Waa falilaahi alxamdu waalmin, taasina ilaah ayaa ku mahadsan. Markaad arki jirteen markii dhib yar uu dhaco waxay la aadi jiray madaarista qur-aanta, waxaan maqli jirnay madaras fulaan ayaa la xiray, macalimiintii ayaa la kahaystay, maxaa yeelay waa manbaca lagu tilmaami jiray meesha fitinta ay ka aasaasanto. Laakiin falilaahi alxamd, ilaah ayaa ku mahadsan, hadda taasi ma jirto alxamdulilaah. Waxaan nahay dad ay aqoonsan tahay dowladda, mar walbana jiifafka xaafadda waxay samaysaa mandalada, way xariirisaa ee way la socotaa oo akhbaaraadka waan u gudbinaa. Mandaladu waxay leedahay guddi culimmada ka mid ah ay u tagaan tashi iyo ra'yi ay ka qaataan culimmada oo ugu horeeya Sheekh Abu Haynin iyo culimmo kale oo aada u fara badan ay ka mid yahay Sheekh Cabdiraxmaan Munawar iyo Sheekh Maxamuud, culimmo fara badan ay ka mid yihiin ay ka qaataan ra'yi iyo wixii talo oo markaasi ah. Waxaa kaloo jirta inay madalada ay leedahay guddiyaal oo heer ra'iis madax qof u ah guddigaasi, Ustaad Yuusuf Bugul Shuuriye ayaa waxa uu ah ra'iis, naa'ibu ra'iis iyo mas-uulu dacwa Muumin Maxamed Cali iyo sekreteer Ali Iido Isxaaq. Waxaa jirto aan sameynay manduubiyaal xaafad walba, waxaan u sameynay qof wakiila yaani u taagan arrimahooda uu ka mid yahay Ustaad Cabdullaahi Axmed Xasan, iyo waxaan u sameynay guddi kale oo ka sareeya uuna ah Ustaad Axmed Xaadiyare, waa qeybta Kibakoni u taagan maxaan ku ihaahdaa tanziimkeeda iyo nidaamkeeda iyo ku jirta janaaxa Kibakoni ayuu wuxuu yahay Ustaad Axmed madax ayuu u yahay xafidahu llahu waraaha. Xaqiiqatan markaska Alfurqaan waxaan leeyahay waxaad haysataan oo mudiir idin ah maanta qof aan ku kalsoonahay inuu wax soo saarayo, taasina waxaa daliil u ah maanta waxay soo bandhigeen hortiina. Ilaahay kheyr badan ha siiyo ardayga aan aad ku jeclahay Cabdullaahi Cusmaan, waa arday aad u dadaal badan, waxaana soo saaray Ustaad Axmed iyo macalimiinta labada shaqaynaysay dhammaantoodaba. Intaasi waxay na tusinaysaa macalimiinta markaska Alfurqaan waxqabadkooda. Gabdhihii luqadda ingiliishka ku hadlayay ma ahan gabdha lagu soo baray ingiliishka iskuulaadka ay ka jirto Mombasa ama Kenya Zima. Gabdhahani luqadda ingiliishka ku hadlayay waxaa lagu baray luqaddani markaska isla markaska Alfurqaan dhexdiisa, markaska ayaa lagu baray. Marka haddaan nahay mandalada, waan aragnay dadaalkeeda markaska Alfurqaan, waxaan leenahay horay u socda
إلهي سبحانه وتعالى أن هيدين قرب له طلبات هذه قفل الربو إنه وحسو صار إلى أركو ما أهان إن أنت آمسنه الأقل هذا المدعو غير هذا الوح قبل كريم معلمين تمركزك والديني هيدين هنجه لانا إن أنه جزاكم الله خير الجزاء صومالي ذو حكومة ماذا سيدي تاي سدري اي اوران تاي هادو قفك وصوحي وحك السينين لعد وطان وحك السينين لكن هادو كله ولا لو سيدي تاي وعافمات كاغا كبرا قلبك اي اوران تاي سيدي تاي سدري اي اوران تاي ريان مركا معلمين تي عن ايران جزاكم الله خير الجزاء محايا الي وحد اجيبين اي صوبا ديجان العلمية اخرين اي فقه كوي احاديث اخرين اي كوي كلا متن جزر اخرين اي ارديد فربدا وحالو قطو بريلا مركز كالفرقان مركا اتي اتي انو حان لايه المعلمين تا مبروك مر انبدا وحان لايه انبدا دلالة دلال كي نسيلة ملابا يعني سيو كلا وحان ربا انان وحير اجيدي والدين تا والدين هدانا هي كمعلمين أهان أنا أفك معلمين تك كهاد لا يو وحاجر ببير أي سن والدين تفهم سنين تاسو أه إن والدك أو فهم مرك هري علو جيسا إن أن علو جي نفهم لو مهم إن أن علو جي فهم سن تاي علو جي لو مهم هرت مرك هري وإن أتوقعتا علو جان إنه يهي إله سبحانه وتعالى هدي أوكسي إناي تا إلهي سبحانه وتعالى وحكي سكاغتي مادي إلهين أوكسي إنو كفيريو وكو امتحانو إلهي سبحانه وتعالى أوكسي إلهين ربا إنات أوكو شكرسو هدانا أدبرت الدين تيسي أخلاق دفيعا مرك إلهي سبحانه وتعالى إلمهي نسي أيا واحد أركيسا والدي تقار إلمهي أيها الله تقما يقاب أن فعنين أن هبونين أنا قوان في مدرسة ندوبنا والدين دو اينو امادن قار والدك اسو كتا اي كتا اي دغال ايو هدنا هدلو قار وحي هليان عنو جاي ديلان هداد عنو جاي كل رادو ورادو نعس باتاي اولي قادو وحما فهميسي دقم باتاي وحما بارتيد تاسي وحي ديشا عنو جاي قلب جيسا عنو جاي افرجير اي شنجير اي تدوجير مركو ياي دقم باتاي هداد رادو عسك الاهل عنا انو دقون ياي معي الابيسا اوشاق انو دقون ياي هذا كل هذا النعس باته يسوس كله لعنا إنه يهاي نعس إنه يهاي مرك عنو جان فهنو مركو كو إماده أمر بينه وح كل شيء جو هذا أبي سأو حلو بهاي إنه أباه دقيسته مدرسة مركو كسوجرة الماء مرك يجيري إنه وحبو كل شيء جو هو أبو ما أنت واحد على ورحنا قتك هذي هنا واحد على هي محاد عي محاجرو محاسو ما قشي دقيسه وحبا كذا صوب عيو هذا لكن عنو مركو كو إماده او wax kun sheegir oo aad ceeriso waxa dishay kalsoonidi anugaaga ku qabay ayaa dishay marna laga mayaabo inuu anugaaga maalin kale uu ku imaado oo wax kun sheego ma dhicayso bis adigu waa kala go'deen adaa dilay laakiin markuu ardaygu anugaaga ku yimaado waxa loo baahan yahay inaad dhageysato aad raadaha haye haye masasa ha way hay aabo macalinka ku soo garaahay سيا انت مو كذا وي وحوري مع الابو ان تحبرت اول جيري القران كابرته اي ان شاء دب ما لها القران كبرنا يسا حق اسفريسو حداد اركتي هتا انه معلمك لا انسان بن ادم وبفكره وش ميل قاد يقول دعي كرتا ايش ميش انا يقول دعي كرتا ميل قاد حداد كحماتي هتا او نقا عنقا مركز هاموجينين مع كويرا ذا وحيال ارعى عنق قلبي سنديليسو نعيبنا هدنا اقاضا يا معلمك وحبرش دين الصواب ونقني سوينو عنقو ونقضو ميت عن وحبرش ذا كف عينين معلمين تلو حان لاي هاي معلمين تا بغن كينو حان اقصوها رئيس اوشا مركا عن سمينو من فضلكم ان عنقا المها ارضيه فسوش نوجوبو ان لقي سنة مركو هاري حقو ليه انو هاد لهادلو حقا يقوليه هاي ان لقي سنة وحاينو وصوبحا يميشاس آرائي وفكر بضل waxa dhici karto anuga maalin saad u garaacayso inuu hal ashir buu keenay hal aayad uu keenay waayo inuu hal aayad kili uu keenay waayo markaad aragto markaas oo kale waxa loogu faa'iideystaa anuga lama dulo lama garaaco misal ana waqtigu ugu yaryahay aan codsanayo inay ii sabraan anugii haduu maalintaas wax aqrin waayo hadaad garaacdid aad dishataa wax ma aqrin karo bilmisal
والد أدوه معلن أه أما شقينا الدكان كذا وكل حاجة بعض مرات وحد عيسى مالن أي سن شق نبكا هينين وهذا عثمات قبته لكن مربت إن أدوح قبتت هذا المربت إن أدوح قبت لم مربت وهذا عثمات قبته حيا يا تاع ما حاسب بي لأن مالن تاسي ومالن هذا شيء ما وح باجره أرضي جن مالن وحاجر تأي سن كهينين إنه وح كبحه هذا دشيت مكينة عشر قراء كحر بريكو ديت قرعلان كبك لحسا جي لو يتوانك جي لقام ياوينو عشر كوكانو مركي دمو على هذا ورنو عليه اسم دي لينا بحيقتك مركا وحان ليا مركا دمي نوع عاس أريكتين معنك وحان لو باهن ياي إنه مسكح دي سشقيسو إلمها أولوس عضو أي مسكح ديس ملفك أي فيريسو إنه مرانو وركالي من تسالنا إنت إي فريسو إنت أمريشان فريسو وحاسا ميسا بس إن إلمان كان موجودها كو أسي ككوريا لي عشر كبر قالوا ريا وتك نقال عشر كاها كبر نقال عشر كاها كبر أكتا ذا فريس بريد مركي لقارات رياض أورد بريد سؤاد مركو صولابتو أمر العشر كيه كان وحوكو كينا كالفاتحة حقيقة وتجرب وحام برويني وي حقيقة وكو كينا عشر كيه وكو كينا لكن هدي عن أي نقل نقطه إن أوش نقصه رئيسه عن علمي أمري أنا دميريو وركالي دميريو يعني هو النوع ما وحافي عن كلمة أني كان يبينين أن فهم كي سدلينين أغلي كي سدلينين وسن مدارستا مليه مع علماء يان لقراعين هدف كي جماها علماء يوملينين علماء ولا قراعة ولا عنانا للتأديب ولا قراعة قراعتان كي مشروعة أو بنانا لكن وهي لها قار أن أذيك سنه كمعلمين أهان أني أنك أغوريه وعفي عن ماها خوغير أن وحكي بدلنه إن شاء الله تعالى مليه مركز كالفرقان أي وحس كده عن ماها عموم أهان أي أن وهد ليا ما دام أن وهد ليا أفك معلمين تا أن كسعوده مظلده مجلس أمناء لتحفيل القرآن الكريم أن ضلده وحبرشد القرآن كمنباسة كين ينزيمه أن كسعوده أي أن سيداس أهد ليا ما هدف كيغا معها مركز كالفرقان أي وحيالها سكجران يعني لو فهمين لكن وحن أهد ليا قودهان ما دام يجوغان ميش مع والدين فربضا أي أن أهد ليا قير الكلام ما قل ودل هذا الكوحة أخر بدن كيس ير أو وحت سنت بدن وأنا سوق لاسين أيو وحا جرتي أي منظلة أي قبتي هل ويكور دورة لوغو تلقري لوغو تربيين أيو معلمين تا وحن أمقى أنا صومالي هان سيمينار سيمينار أنا أقوب بضتي جماعة التبليغ إلى خير أسية وعير هذين سيمينار سوما أردرنها سيمجانا هذين أين كينا ده مركا وحا جرتي دورة لوقبتي معلمين تا لوغو توبراي قابك إلو تعامل أيان إلمها هل بيكور معلمين تمركز كالفرقان كل ويجوهين اي معلمين تكيبكوني او منباسة اولان الى اي چنقام الشودة كل ويجوهين وحالو قبنا اي توبر معلمين تلسين اي قابك اي او تعامل ايان المها ايه قابك اي ادارة حفيظ قوض اي امامل ايان هدو والدك امادو لان بعض مرات وحال دعيسو وان عوش قبن كسو قارتي من ظلده معلمين كي هغاير علم كفل المركان هل نبا واسبدلينا معلمك درا تواضع بطنا او اخلاص بطنا او دغنا مبنيبا اني انا اوغو هريو ما دام معفك معلمي تنق هاد لاي مركان هوغاير ان ران هوغاير علمي وي كوبتن وريا هدا هذا النظام في مدرسه راعين قبس علم هذا بنانك يغبا ما هم وحان نوغو في عيا و ان ان قبقنا هوغاير مركي شقداس نوغو بدتي اي دورده وحي تري معلمين تا هوغاير ان نسميو سيمينار اي توبر لأن معلمين تو حسمينا يو ناعسي ما أنت دوردة مظلة وحيلة دجاج لميسا دتك أولس بالشيكتي إن يسن معلمين يهين أولس بالشيكتي حدنا عن معلمين هين وحيالا فلكاس دتك كل قاقي وانسو غاني ودت أولس بالشيكتي إن معلمين يهين حدنا يسن معلمين هين بل أيضا بأباهن إلا تصحيحيه ويسو غاتي مظلة وحيالها مركي قصايي بلشي بحر إذا قصايي وادت قوان أي معروف هنا مركي إن شاء الله تعالى وحيالها فربضا أي أجري دونا أي من دلد قبضت دونتا أي نقبطي
هدف كين النوا إن له جيل صالح الموان أنسن كتربية وتربية الإسلام كا هنا أركنا مدارس تقرا مركز ابن القيم مركز الفرقان مركز أرقم من أرقم مركز مدارس النورين مجا عيدا سوا مجا عجوت لكن قلوبته يشقى إسكوميت أيام كنا هاي معلمين تاسودان وهل رأي هل مالنا وضفصحنا هل مالنا وضفرنا امتحان هل مالنا وضقاتنا هل مالنا وضحرنا ما أنت أو سبت جساس عضة إن شاء الله تعالى أنت مدارس كي بكون كتالة أو منظر كل ذجرته وحي سمينا المسابقين امتحانك الفترة الأولى وحي جرت مدارس هرمرايو بحسب أنت طلاب توضي فرب أنت أي جرته لكن وحي لوضق هذا هل مالن امتحان هذا هل مالنا لوضع فصحة مركي تاسي وحي كتسي نيسا إنا نهي إسكو قلوب وحد كهليس مركز الفرقان أتكا هايش آيات وحد كهليس مركز ابن القيم أم مركز كيال الشودة أم الشقامة وحد كهليس وحد كهليس مركز الفرقان مركي والدين تاوى أنا أصول الله بتوحان ليهي مركز كان الفرقان ومركز كي أغوري وآبياشا دكسية كي بكوني مركي هالو استاغو إن لقرب قبته هلا قرب استاغو والدين تهلا سعداني مركزك إلقارها الله هذاني معلمين تلقارها الله هذانو مركزك هلا بوغضو هلا تغو روغيس هلا قورهايو حقيقة دكسية قرآنك هذا نهي والدين وان ديعني مهينو أردت أمهينو هلا تغو مدارس معلمين تهلا ورستو مدارس تتك إنه إنه يتك قابك مدارس كلام رب العالمين ماشي لغو برناي هداي نقطو ماشي ugu hooseeyso iskuulaadkii iyo meelihii luqadaha lagu barinayeen meel sareeyso markay naqato xaqiiqatan wax untamaayo ama wax qof qalbi raxmad ku jiro ama diinta ilaahay ku weyn qaadan kara xaqiiqatan maahan marka madarista aad ay u dhib qabtaa waalidiinta ilaahay dhaqaalaha siiyay oo wax garadka wax fahmayo war waxad bixinaysaan aan ku bixino meeshii ogadkeena wax ku baranayaan aan ku bixino maxaa yeelay markii macallinka oo la garab qabto la istaago macallinka la kaga faalaqaado wuxuu rabay loo sameeyo oo madrasada dhinaca laga garab istaago feen ma gubtay la bedelo hadda macallimiinta qaar macallin axmed hala fariistaa la wareysto waxaa laga yaabaa macallin cusmaan hala wareysto ustaad al-khatiib hala wareysto macallimiinta oo dhan waxaa laga yaabaa feemanka inay ayaga jawaabkooda ku gadaan ilmihiinana wax ku barto waxaanu ku doodaynaa macallimin macallin ilmihii kuleelaad ku disheen macallinkiina wuxuu awoodi la'yahay wuxuu mombaasi ku joogi lahaa wuxuu mombaasi ku joogi lahaa oo kiridiisa guriga wuxuu cuni lahaa kama soo baxayo dhibka aan qabnana waalidiinteena markii la lidaada taariikh shan lacagta hala keeno ilaa iyo shan iyo tobanka iyo waxaan raadinaynaa ilaa iyo labaatanka macallina wella ma soo dirin ayaa socota nooma dukaankii raashinka aad ku adeeganaysay waa ka qaadatay waxaa leedahay lacagta markii lasoo diraan kuu keena macallinkii dugsigana waxaa leenahay weli lama soo dirin waa waxaan hoogaa yar cunto maynin waa dhibaatooyinka jira ay wax usoo bixi la'yihiin hadduu macallinkii stress ka haayo wuxuu cuni lahaa uu meeshu seexan lahaa ninkii guri ugu degan yahay uu leeyahay lacag keen fasalka hadduu soo fariisto ma laga yaabaa maadada uu qorayo inuu si sax u bixiyo ma nici kartaa maya almaada almowduuc kida wakida kadib lo yiraahdo war wax yar waa soo laabanaa sug telefoonkiisa soo dhacay ninkii kiradaa soo wacay dirsi fiican ma bixinaayo marka insha allahu tacaala hadalkayga waan ku dheeraaday wixii aan gafay famin nafsi washaitaan wixiina asiibay famin allah insha allahu tacaala an iga raali ahaada waxaan ka cudur daaranayaa maadaama dad iga da'weynaa ay meesha fadhiyaan maca alasaf alshadiid سبيكر عن قرقي لي شيخ شيخ محمود حفظه الله وحن لي إقرأ لي هذا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نائب المدير المضلة أستاذ مؤمن محمد حقيقة هذا الكورة هاي وإذن كورة هذه أملنا ويسحسنتها حتى بحالي يا معلم كجيب كيس إنه وح كجرين كار حتى أنو روا عنه جودة الله واتشين إيدي مكار إيسو قد أنا وكسينا لعكتها ولي يا وحاس عمل إن شاء الله وحاك حيق دونت حوار أو دكسي لغشة كينا أو أفعرب
الله أرضي سجدين دونان لوما جعوا أسي إخلاص هكوسو دوادن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. وأنت؟ بخير والحمد لله. ما اسمك؟ اسمي إخلاص بنت علي. وما اسمك أنت؟ اسمي آسيا بنت عبد القادر. أين تدرسين؟ أدرس في معهد الفرقان. متى التحقت بمدرسة الفرقان؟ التحقت بها في هذا العام 2018. كم قسما في مدرستكم؟ قسمان، قسم يتعلم فيها القرآن وقسم يتعلم فيها العلوم الشرعية. في أي قسم تدرسين؟ أدرس في قسم العلوم الشرعية. ما المواد التي تدرسون فيها؟ ندرس مواد دينية كالحديث والفقه والتجويد والسيرة وغيرها من المواد. هل تدرسون مواد عصرية؟ ماذا تقصدين بالمواد العصرية؟ أقصد بها الإنجليزية والسواحلية والرياضيات والعلوم وغيرها. كيف لا؟ فإن مدرستنا تدرس جميع المواد العصرية. ألكم مدرسون الأكفاء؟ نعم لنا مدرسون أكفاء. ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أريد أن أكون طبيبة وداعية في نفس الوقت. لماذا تريدين أن تكوني طبيبة؟ لأنني أريد أن أخدم الأمة وأعالج مرضاهم. ما شاء الله، أسأل الله أن يحقق طموحاتك. آمين، جزاك الله خيرا وإياك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وحنكو سلمينا إن شاء الله شريف عمر ألوما خان لو مشهور أباب عمر أكو سلم هذا إن شاء الله. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الوحي أو للشيق لها للشيق، لكن وحالوبة هي متقنة أنت للشيق إننا نكق هذا وحيا بها اسمتقانا لباتوين كجروا حلقات. واركيسان استاذ مومن اوشيقي مدرسدان الفرقان وحاوة مدرسدي اقوه الرئيسي او كبكوني لغفوري فكرة دا سوحان اقود لي انه كوحة يا وحان كتشنور المهان ومتقانا ميلاها يا عايو ووحان لطوقاي وحاس قاركوت والله باري سيؤبد بادينا وحد عادي مركا إن المهي إن المتقنا أن باللونو إن والدين تدويرنو أن راد متقنا مدرسة فريناية أي مدرسة عروتي نكينا معلن كيوه الرئي معلن عثمان بوها مقالة من دير أسو جوغان ككين صدن عنوغا نكو باللوني عروتي وابتين معلمين كلا لوبا هذي خير الله السيو مع الأحمد وهذا متقن أن نجي مسؤولين تأهين أو قاركين إسكاح عنو سنهاي حلك نقلو وريقي ومدرسة جهد حوق له قلي إلهي سبحانه وتعالى كعب المريو وحاوي وحي أن نجي نقول لغبهنا ودادال يكرتئ هاد أساق قلي أساق إي معلمين تكالو لشقين كم بديها مع العثمان وكم بديها مع الخطيب وكم بديها مع عبد القادر مع عبد العزيز يو معلمين كلا ايات جرا او متقن قيبته قبدها وحاجرتا وحان قبنا 19 معلم 19 كاس معلم دقالها يرو عرورته اي كانت كوما فيلنا ولا كبا خير الله سي وحاجرا لباب لودو معلمين او مركان ريهي مخا ايدين قودين مشار وحي يرهدنا نغ مشار مربنا في سبيل الله وحكبرنا إلهي بنكربنا أبا المرين إلهي متقان سبحانه وتعالى وحنكبر إياه إن يجي أبد كذب متقان أو ليبان تليبان أقول أكسن أوسيو مركا أرما أنت تابن لها ولالك معلمومنا يجي جهر مري وحاجرت والدك عرورت ملك موجا وحاجرت
وحكستو وحي أباهين قوسار دبجوبة عرورت الصبحي مدرسة الله صدرة مدرسة النظام بين لذهي وحلقوا ماذا خميس اسكنمونا كوفيت رمي أسوه جاب كوكوته سيدا سا مدرسة لقوية مدى نين والبو مركا وحب الله بتي وحربين وسمي والد كي مركا لهذه شعو كلية ما حاليتوان إلو بينا خميس كو أميرو تاسمال إيدك وحاكا لو جرتا مدرسة دا نينكي تغيا تغا عرورت ماشي فريسانيسو كربتك وكربتك أغفالحن أغوصقسن دمر هورا جيري جيري خير الله سيو انت مدرسة اي اركان اي بحان اي كربت سوك داني متقان هدقان رقا ايغان متقان وحا جيري جيري اي دادالان انك مركة نالا قبتي بمبدي عالك بيها قبتي لاميريا بولولي البابا جبي دريشا ساس مقوتي وحا سودان وحا نقلي نجو ديغين مرحبا قد دي ماشي ما مولاي وحا قصو هاري انك سدح شيخ مريد شيخ ابو بكر يعني شيخ مريد نيروبي بو ادي اني شيخ ابو بكر نوحان وبدن حنون هذا بس حكومه قيها كانت حنون اوجد ان كل دوبان كيمت مركا مدرسه المعلمين تي كسو فكت والد حرير او هوس اهاند لله معلمين تي مجرو مركا وحا لو باهن يحي والدين تا رجع دمر با مدرسه ما تقن ان لا ورقه واكو arurta in la daba joogo waa labo midda saddexaad waxa jirta in oo rag ay soo baxeen oo meel ay dhaqaale ka keenan aanan garaneyn ee arurta soo kubcay ugaarsanaayo oo markay madrasada ka soo baxaan 11 saac bar meel ay ku sugaan ay leeyeen coach aanaga anagu xal idin baray balooni boqol boqol shilinay seenaya arurta waxa arkaysa 11 saac markii la gaaray xiskiisa baan oolin ba meeshu ka fikiraa والدين توكل وحي سو اوغاده دغال عين كاسا جيره marka walido waxa leedan ka raba subax aad aan u geed madrasa u soo dirteen oo mataqana duurki qada loo siday salaad inuu soo tukado siyad saac ku soo noqday 11 saac bar la siidaynaa waxa wixii ka dambeeya aan u ga mas'uuliyadiisa waalidkeenu qaadaal raba والدك وحال ربا اني متقنا غعنتو كو هايان مساجدده لا تغان هذا مساجد كان ميمون مثلا كر وحاوا معلنا جو امامكم مساجدك كم ديا ويل كانوا عبد الروف هذا متقنا تبينا وركا ايا كمدا عرورت ان وحي ديار وين اي ودغيستان متقنا قرانك اني متقنا عشر كي يقول العليان لكن والدك هدوسن بعرورتك ورقبن عروت سمالة آذان إنه أجين مشكلة وين واي مركا معلمين تا إيه ما تقعنا والدين تا إنه إسكحرنا دان أي اللوب بعين وحان أركا أنيقا إن دعوت أردي سأيمان السوء معلم هل يقير معلم أحمد هل يقير محادة أهدار ما أنا أسقع ربع هل يقير ويلك إسان علي ألم سقوة إسان علي وحاو عينك ورورت برترتيب سترتيب وحويد محالك هل يعانوكا anu geega mataqana soo casharka ka baxaya olo lagu dhuftey gurigeega la igu keenay gabar nin aabeed wada dhabarkeeda fiiri laba ulba lagu dhuftey soo ma kasin annagana waxaan ba la dagaalnaaba in caruurta mataqan ee ulsha laga dhowro oo si tartiib ah loo soo dhaweeyo marka macallin muumin waa tu hadda ka sheekeynaya khaldaad waa galnaa wiira laakiin waa mataqana ka ilaalina caruurta mataqana caruurtu waa in la soo dhaweeya waa in wax la weydiiyaa waa in wax laga dhageystaa marka hadal aniga inaan ku dheeraado ma rabo wixii la oran lahaa horaana loo yiri midda keliya aan ku soo khatimayo waxay tahay waalidiinay hooye iyo aabbaba caruurta ka warqaba caruurta daba taagnaada caruurta mataqana iyo macallimiintooda mataqana waxa weeye la xiriira anigu maxaa mataqana maanta soo bartay ii sheeg inta a waxaa dhacday hadda ka hor maalan kubada jirta la ciyaaray anigooba mataqana cashirkiiba mataqana waxba aan ka aqoon sababtu maxay ku dhacday aabihii hooyadii balooniga fiirsanaya habeenkii asna waa ag fadhiyaa subax cashir ka soo baxday liiraa waxba ma haya maalintii dambena xafiiska intaa ugu yeertaan waxaa iri balooniga xal ma fiirsataha waxaa rabaa inaa ii qaadid heeskii oo lagu furay ee maxaa liiraa ciyaarta حيث كيسو يقوقا لأنك نفتد أنا شاهد سوف أكرر
marka waa ma taqaana waxba jira shayaatiin ba ordayso inta caruurta ma taqaana guraneysa caruurta laga ilaaliyo shayaatiinta ee caruurta ma taqaana laga warqabo madrasada ha laga warqabo macallimiinta ha laga warqabo waxaa la rabaa xiriir joogto ah inuu jiro hadda kifaaxan ay kifaaceen macallimiinta 11 macallin aan noo joogto 11kaas 4 baa ajnabi ka ah inta kale waa soomaali waa isku xiran yihiin nin kastoo ma taqaanaa waxaan u xilsaarno ka soo baxaa waxaa madax u ah macallin axmed waxaa ku xiga ustaas khatiib marka waxaa la rabaa wax kasto in ma taqaanaa ayagaaseeta ma taqaan laga wareysto say wax u jiraan maxaa hallaysan madrasada maxaa ceynka hadda waxaa jirta waxaa ugu dambeysay qablo usbuuciin biyihii musqusha lagu gelaayay ceelkii baa ma taqaanaa hallaabay bomkii biyaha qaadaya ayaa hallaabay macallimiinta meelay ka keenaan ma laha hal macallin wuxuu u orday canug madrasada dhigto aabihii macallin axmedna ma taqaanaa isagoo aniga i raadinayo wiilkaygu arkay markaasuu yidhi saasaa dhacday markaase ayaga laba bombo oo ma taqaana biyaha oo kala ordaya ay keeneen mid cusub iyo mid mustacmil ah marka saasoo kale ayaa la rabaa gargaar sababtoo ah oo macallin axmed uu qaylinayo musqulihiibaa urkii la mari waayay agtooda afar musqulo shan musquladaa ku taalla meesha marka waxaa la rabaa waxaasoo hoos ahaan in loogu warqabo macallimiinta hoos ahaan in loogu warqabo madrasada dhaqaalaha ma taqaana macallimiinta waa yar yahay in si il gaar ahaaneed lagu fiiriyo markaa sidaas ayaa ma taqaanaa idinku goobaabinayaa hadal badanna ma qabi barnaamijkana gebagebi uu taagan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahi khayr oo ku sii abaa cumar xaqiiqatan dugsii markaa dhigan jiray arday ka mid ahaa asaga ayaa igu soo dadaalaya xataa abaa cumar ilaahi khayr asiyo macalinkii koowaad waa macalin cusmaan oo dugsi 2007 markaa la furay waa arday koowaad ahaa alxamdulilah macalimiinteeda waan u duceeyaa waana waxaa igu sharaf ah maanta hortood inaan istaago alxamdulilah in shaa allah waxaan soo dhaweynaa fadiilatu sheikh maxamuud حفظه الله فليتفضل مشكورا مأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا ليال الله سبحانه وتعالى ومهض له وأن أغمه العلينينه kulminta uu nagu kulmiyo meeshan barakaysana qiimaha badan ee lagu weynaynayo ilaahay kitaabkiisa oo lagu xafladaynayo maxaa yeele xafladata waa xaflada ugu qiimo badan waaye waa xaflad sida aan sheega lagu xushmayn oo lagu weynayni ilaahay kitaabkii subxaanahu wa tacaala laguna soo bandhigayo macallimiinta iyo waalidka iskaashaday dadaalkay ilmaha ku bixiyeen midhihiisa lagu soo bandhigayo maxaa yeele intaan meesha fadhiyey waxyaabihii ilmaha ay qaadayeen baan dhegta u yar dhigaayay guud ahaan markaan soo koobo runtii waxaa ii muuqda dadaal fara badan oo la bixiyey bacda fadlillaahina miro dhalay midhihii baa meesha iiga muuqday waana wax aada loogu farxo saddex dhinac baa ina farxad gelin dhinaca koowaad waa muslimiinta guud ahaan sababtoo ah ilmaha yaryar ee muslimiinta ah ee kitaabka ilaahay iyo diinta islaamka sidaa u qabtay ee sidaa u akhrinayo ee sidaas u dadaalay oo wax guud ahaan muslimiinta farxad u ah maxaa yeele meel walbo oo diinta islaamka ay ka noolaato oy kor uga soo kacdo muslimiinta waxay u tahay farxad farxadda labaad waalidkii ilmaha dhalay bay farxad u tahay ilmuhu dhalay markuu maanta arko
waxay aqrinayaan waxay u tahay farxad oo wuxuu arkayaa dadaalkii uu dadaalay mirihiisii oo muuqdo. Farxadda saddexaad macallinka ay u tahay oo macallinka markii ilmaha loo geeyey waxaa la saaray xil, xilkaas oo ah xil diineed oo xilalka ugu weyn, oo caruurta inuu wax baro oo diinta islaamka weliba baro oo uu ka soo saaro ilmo waxna qori karo waxna aqrin karo oo wax fahmi karo yaa loogu geeyey. waxaan filayaa isagoo ilaahay kaashada subxaanahu watacaala dadaal fara badan oo uu bixiyey inay duco ku laba ku laran tahayna aan filayo in ilaahay ilmaha uu meesha ku gaarsiiyey, isagana marka farxad bay u tahayo ilaahay xilkiisii kuma ceebaynin, xilkii ilaahay kuma ceebaynin. diineed ee saarnaa ee xag ilaahay ka saarnaa, waalidiintana ay sii saareen, ilaahay kuma ceebaynin. marka saddex jaanibay arrintani farxad ka tahay. intaa kadib waxaa in loo mahadceliyo mudan dhammaan muslimiinta meeshan isugu timid ee waalid iyo marti iyo kheyrkoodba leh ee dacwadan soo ajiibay. waxaa la muslimka markuu kuu yeero inaad ajiibto wax diinta ka mida weeyaan oo xaqun min xuquuqi lmuslimiin waaye, muslimiinta xuquuqda isku leeyihin xaq ka mida waaye. soo ajiibidda marka dacwada la soo ajiibay la yimid oo runtii sharafahoo laysaga mahadceliyo weeyaan. intaa kadib walaalayaal, wixii lagu hadli kare oo xikmo ahaa amaba diin ahaa runtii dadkii iga horreeya ku hadlay khayrulkalaami maa qalla wadalla, intii uu shariif cumar ku hadlay khayr allaha siiye, ama macalin mu'min oo ka horreeya uu ku hadlay, ama ilmihii meeshan ka hadlay ay ku hadleen, yaa horta noogu filan wax qaadasho. laakiin oon ruuxa haddii hadal la yidhaahdo inuu wax u sheego way fiican tahay, intaa unbaan u istaagay wax kaloo dheeraada ma jiro. waxaan u qaatay wixii ay ku hadlayeen macalin mu'min iyo shariifka inay ahayd iscanaanasho iyo isbaraarujin iyo in macnaha layskaashado oo wax laysla qabto oo dacwada loo wada istaago oo loo wada gurmado, loo wada gurmado diinta inay un ahayd baan u qaatay. ruux walba muslim ah oo caqli lena taa inay waajib ku tahay wuu dareemayaa. gacmo wada jir bay wax ku gooyaan, macallinka keligii waxma qaban karo hadduusan waalidka la jirin, ilmaha keligood waxma qaban karo hadduusan macallinka ku kabnayn iyo waalidka, ayaga oo idil waxma qaban karaan haddii dad kaloo muslimiina ayan ku kabnayn ooyaan caqli iyo dacwo ku kordhinayn. marka diintu sideedaba waa iskaashi. nabiyullaahi muxamed sallallaahu calayhi wasallam markii ilaahay soo bixiyey keligii oo ilaahay u waxyooday dadkii ugu horreeyey ee uu ugu kaalmeeyey ee uu ku xoojiyey asxaabtiisay ahaayeen, kama qaala tacaala huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin, ilaahay waa allaha kugu ayaday nasrigiisa iyo mu'miniinta buu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala. marka waxay isu kaashadeen isaga iyo asxaabtiisa u gargaaridda diinta iyo u gurmadkeeda iyo difaaceeda iyo fidinteeda ayay isu kaashadeen oo isu garab istaageen. heerka ay soo gaarsiiyeenna waan ognahay. haddaan sidaa laysu garab istaagin walaalayaal, oon ilaahay dartii laysu kaashanin oo laysgarab qabanin, hadda ruux keliya waxba ma qaban karo. diintu waa diinu tacaawun, diintu waa diinu tacaawun, iskaashi diinteeda weeye diintanada, diinulfardi ma aha sideedaba. iskaashigaa marka laysku canaantay ee laysku baraarujinaya anagoo waan idinku sii adkaynaya wax meesha ku jirana weeyaan. tan labaad waxaan rabaa inaan baraarujiyo nimanka macallimiinta ah ee qur-aanka dhigayo ee ilmaha dhex taagan, runtii waxay hayaan xil adag, xil adag bay ummadda ka hayaan. haddaan runtii laysu sheegino wax laysu qariyo waxma socon karaan. nimanka xil adag bay dadka ka hayaan. xilka adag ay dadka ka hayaan waxa weeye, kow xilkii diineed ee qur-aaneed bay dadka ka hayaan,
ilmaha yar ee sibiyaanta aan carabkooda wax qaban karin macallinka inta loo keenay ilaahay baan idinku dheeriyey siduu u kortaagnaa oo uu ugu dadaalayay oo wax u aqrisiinayay oo u qabadsiinayay heerka maanta ay joogaan soo gaarsiiyey walaalayaalo miyuusan xil haynin ilaahay idinku dheeriyey ilaahay idinku dheeriyey muslimiin baa tihiine ninka miyuusan xil qabanin ninka miyuusan xil qabanin mas-uuliyaddii ilaahay saaray miyuusan ka soo bixin haa wallaahi wuu ka soo baxay xaqiiqo dhab ah weeyaan bal canugaasoon hadli karin qur-aan inuu akhriyo iska daayay hadal caadi aan hadli karin ninka intaad u geysay ilaahay kalaamkiisii qabadsiiyey ilaa uu akhriyo oo uu qoro gaarsiiyey ugu daray culuum kale oo wixii meesha laga akhriyey ahaa oo intaa ilmahan ku dadaalo maanta meesha ay taagan yihiin waxay ka akhriyeen inay akhriyaan soo gaarsiiyey ninkaa wuxuu mudan yahay boqolkiiba boqol in loo mahadceliyo oo weliba la yidhaahdo shukran wa shukran wa shukran maxaa rasuulkeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yashkur innaasa lam yashkur illah ruuxaan dadka u mahadcelinin ilaahay uma mahadceliyo man lam yashkur innaasa lam yashkur illah ruuxaan dadka u mahadcelinin ilaahay uma mahadceliyo saasuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay mudan yihiin jazaakum allahu khayran in loogu duceeyo sababtoo ah nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa sanaca idaa sanaca lakum axadukum macruufan fakaafi'uuhu fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu faquuluu lahu jazaaka allah hadduu axadkiinna wanaag idiin sameeyo wanaaggii wanaag ugu bedela haddaadan helin waxaad ugu bedeshaanna dhaha jazaaka allahu khayran oo duca ugu bedela buu rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam warnimo yahow ilaahan idinku dheeriyee waxa maanta ilmahan la baray ay meeshan ka akhriyeen ee ninkii muslim oo wax fahmayo uu dareemay macallinka gaarsiiyey heerka inay gaaraan ya kuma filo laba kun oo shilin lacanu ka siiso ayuu halwaalid runta in laydiin sheegaa rabtii nimanka way idinka gagabanayaan war laba kun oo shilin ama kun iyo shan boqol oo maanta joogto ood bil lacanu ka siisay kuma filo xaq ka badan buu ninkaa kugu leeyahay xaq ka badan buu ninkaa kugu leeyahay anigu meeyihi macalimiinta dugsiyaha dhigo shaqadayda waa taqaaniin laakiin iyaga markaan u hadlay xaq baan ugu hadlayaa ilaahay in laga cabsadaa muhiim ah war nimankaa waxaa la siiyey kuma filno xaq ka weyn bay idinku leeyihiin ilaahay waxaan ka baryay horta xaqooda inuu idin fahamsiiyo idinkana soo bixiyo xaqiiqda marka laga hadlo weeye waa markii la qiimeynayo diinta oo shayga qualitigiisa laga hadlaayo oo dareenkaasi uu kugu jiro weeyaan dareenkaasi markuu kugu jiro weeye tan kale waxaad ogaatiin nimankaasu ciyaar ma ah nabigeenna sala allahu calayhi wasalam adduunyadan aan ku kor taagannahay dadka kor socdo dadka kor socda adduunyadani aan ku taagannahay dadka ugu khayri badan inay yihiin buu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu xadiidkaasaa idinku filan war waxaa idinkugu khayri badan buu rasuulka yidhi dadka qur'aanka barato dadkana weliba sii baro miyayna ahayn qur'aankay barteenoy xifdiyeen miyaynana baraynin annaga wayan owlaaddeennii iyo dadkanagii waaweynaaba dad barayo miyayna ahayn haa waayihi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu buu rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam horta xadiidka ah idinku filnaado nimankan waa khayru naas hadday un macallimiin idin yihiin macallimiin dugsi un hadday idin yihiin soomaalida waxaad ka maqlay qaarkood waa macallin dugsi waryaa macallin dugsi markaad afka aad ku liidayso ninku waa nin khayr badan adiga wuu kaa khayr badan yahay waxaa kaloo rasuulkeenna yidhi sala allahu calayhi wasalam ina min ijlaali illah ikraama di shaybati almuslim wa xaamil alqur'aan ilaahay weynayntiisa waxaa weeyaan buu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay oo la weyneeyo waxaa ah qofka muslimka ahee da'da ahoo la karaameeyo shariif cumar baa noogu weyn intanada meeshaa fadhido soo maa ikraamu di shaybati almuslim min ijlaali illah kow wa xaamili alqur'aan buu nabiga ku xujiyey sala allahu calayhi wasalam iyo qur'aanka ninka xafidsan ee xambaarsan war hadduu khayru nnaas yahay oo asagoo la ixtiraamoo la karaameeyo ilaahay weynayntiisa ay tahay iyo karaamayntiisa subxaanahu wa tacaala fadliga ku dhiman eed ninka u dhiman eed ka raadinaysa muxuu yahay waxba ma aha ninku ilaahay sidaa u qadariyey oo sidaa ilaahay u karaameeyey
وصدى إلهي واحترامي سبحانه وتعالى وي نكهد مع الدكسي وتقانا صومالي الدكسي ورافو كل دان كاسوي كان يسكول كدقا كقيمة بضل اكتينا وقالني سوقي هاي صومالي بانا يعني صلاح الله كان يسكول كدقا ألف بيتان جيد جيدو يا معلق حافظ القرآن كشرف بضن وكعزي بضن كاسا دقالها الله بضيا الله يغوص سوق هذا إلما هو قرآن وقد يقول يسكول لنا يقول يا هما قال له يقانو وارد والله إني ساتكدي بتهدي لبه على ركائن وده الله لا عنو تون كن بانك بحيا لبدي بتون بانك بحيا الله أركا لا عنو بقى يجوك تو تون كن مسجدات كنا كبحيا الله أركا بقى الله مرك الله يحب الله يوي إخواني في الله وحول بدك يساك كرامية وحول بدك يساك كرامية دين الإسلام كمرك بدك يساك كرامية ويكرامية لنا معلم كأهل كذا يدك برا يمرك ودتك سكر ما يو احترامه وقر وقاضه أي معلم ككرامه لي وقر وقاضني هذي لكن سيد اللي لي يوسف كرامه يسنين ولا احترامه ينن لغالبا أقوم تلا وقبطي يا سو بن آدم ماها أصلا نفكر وصو بركة جر ماها أو يره هذا الله يله أو سكن يقدمته أو قلبه كليته أو يره هذا سنة الله وابع ما أنا سنة وضغن عرب ما حيتري إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما معلم يا دختر هذا لا يحترم من نصيحك ومصرين يا دختر كوحا لغا يا طبيب كي كداوينا يا هذا احترام حمك وارك يا كرام يا الآن عرب الصنوك وقلفت أما كان يصنوك سيضوء لمطبع هو حسك دعي كرام وانتو كو حناقو كرام الآن تلو كو حناقو إنو عرب الصنوك وقلفت أبلا ركا انتو كو عارضو والمعلم كذلك معلم كرواسدا هذانا لو كرامين تعليلتا وحنا صيح لقيه للملك وحاكا قلبه أسنده سانا لقو قليا أذيك به لو بناد الموتى طبيعة البشر بولية مارك ولا ليال وضلية هاي إن معلمين تأي هلان احترام إن إسلامك وكرامه له مارك أيها الله كرامه كتابك إلهي بات كراميس كنت مارك لقاها اللوي أيها مارك هاد احترام توت كراميس وحي أباهيهين أتكف فكرته oo ilmahay wax barayaan aad koontorosho oo meeshay wax ku dhigayaan aad fiiriso tiro warameeshanba kitaabka ilaahay lagu barta warameeshanba munaasaba in ilaahay kitaabkiisa loo fariisto war markan miya munaasaba in kitaab ilaahay lagu akhriyo warma waxanba munaasaba in kitaab ilaahay loo rakaco marka tiro oo kitaabka ilaahay qadariso oo macallinka xushmeeyso oo ilmahaaga ilaaliso markaas wax walba karaamo wayan ixtiraam helayaan kor u kacayaan hadaan adiga liidana cid u soo dhalan male marka adiga liido oo dan ka gelina cid kale oo dan ka geli oo u soo dhalan ma jirto marka waxaan isku baraarujinaynaa walaalayaal in islaam diinta la karaameeyo war diinta aan ixtiraamno anaga leh dad kale uma soo socdo uma soo dhalanayo kan jaahilka in la baro loo baahan yahay meeshuu joogo in lagu baro loo baahan yahay hadii hata meesha uu joogo socod ay u baahan tahay waa in la socdo هذا إلهي مادي تبليغ بابا نقدر الشبا أو يسكس عونيون أو ميلاها ضدك كوي عدين يو أو كفارة بلن بي نوكا نقا قاذين كفارة بلن بي نقا قاذين ونقا كافيونو وانما كاسي قلقول يو يسكس عدو بورسوي كورو وطأ كل ما شيء مران ضدك كسي وعدين وخيرك وكسي شيء أيانا خير الله سي ودعي لنا دين عدن بيكا هيان دين تايا دعوة كو أفرد يا أفرد يا كو برايانا وحيو بهاين الله يحترام اللو هذا كو أسعودان الله يحترام هذا ليس قبصان قربك أو ليس كاشن oo aan diinta islaamka xoojinteeda la isu garab istaagin waxa way wax u soo dhalan diinta male nin walbana meel buu diinta kaga aadan yahay xeer aan idin sheegi diin markii la sheego waxa la moodaa dadka inay wadaadaha fiiriyaan ama macallimiinta ay fiiriyaan ama kuwa culimada ee madaarista waxaa masaajidda ka wacwacdiyo ay fiiriyaan taasaa laga yaabaa diin markii la yiraahdo dadku idil baa xil ka saaran yahay kan dhaqaalaha haysta taajirka kan odayga caqliga la fadhiyo kan wadaadka ahee tacliinta iyo macrifada leh tan hooyada ahee guriga joogto kulliba diinta islaamka xil baa naga wada saara qof walba meeshay kaga aadan tahay inuu ka qabtaa loo baahan yahay qof walba meeshii uu ay kaga aadan tahay inuu ka qabta loo baahan yahay kan xoolaha haysto diinta xoolaha ay u baahan tahay xoolaha ku bixiyo xoolaha ku bixiyo waxaad laga hadlayaa ikhwaani fillah ilaahay idin ku dheeriya jaafi dhulka la dhigo oy ardada ku fariisanayso yaa waxaa laga calaacali way wasakhoobi wax soo gadi waa lala yahay war ceeb bay nagu tahay wax hadaan muslimiin nahay war malaayiin xoolaan haysanaa meel ka daran oo ka foolxun bay inoo baxaan meel ka foolxun bay inoo baxaan
meesha qur-aanka ilaahay lagu baranayo haddaan qurxinoon rinjiga u qurxinoon gogosha u qurxinoon ilmaha dharka u qurxinno oon macallimiinta jeelka u qurxinno soo farxadun isqarsan mayso inta kale cadaawulislaamka soo wada nixi mayso oo odhanayso wallaahi muslimiinta diintoodii waa usoo istaageen muslimiinta diintoodii waa usoo istaageen soo is-odhanayso kul is-odhan mayaan kulligood haddii laakiin aan farahba ka qabnoon saa u fiirininba dugsi baa jiriya macallin baa jiriya canug baan u fiijiyaa un ay noqoto iyo bishana markii waxoogaada yare karaamada allagaa doonay siduu macallinka sheegaya aad uunta ku qabato oo nafta kaga qaado asaga yoro inta adiga ku hoos taallo ay hoos taallo oo dhibaato iyo mushkilad ah war ka waran akhi maxaad gurbanaysaa maxaa ma gurbanaysid mama fikiraysid diin uma fikiraysidba gaalada intaa waxay isu daba wareegayaan intaa waxay isu daba wareegayaan oy kolba meel u tegayaan oy kolba meel u taagan yihiin inay diinta islaamka hoos u dhigaan laa shaka fii dalik ninkii fahmaya ninkaan fahamsanaynbu in diintan islaamka ay hoos u dhigaan waxay iyaga wataanna ay kor yeelaan oy islaamka mashquuliyaan oy muslimiinta diinta ka sii jeediyaan barashadeeda iyo ku dhaqankeeda intay isu daba ordayaanay isu daba wareegayaan waa intaas ilaahay ayaa ka run badan subxaanahu watacaala والذين يسعون في آياتنا معاجزين بألا يري أولئك في العذاب محضرون كو أصعين أو دلاليو آياتها نغا إناي بابئيان أو بربريان يا أو حوالا أركين كو أصعين أو صعون أو دلاليو الليل والنهار أتاغن وكفارت أولئك في العذاب محضرون كو أسعربك الغصو حاضرين دوناب لله سبحانه وتعالى آخر إلهي بابك أرغو صنيه adduunka inuu ilaaliyo ninka la rabo soodi maaha yuriiduuna la yudfiu nuurallaahi biafwaahihim ilaahay wuxuu leeyay nuurka ilaahay ee islaamka inay afka ku damiyaan bay doonayaan dacaayad iyo been ay ka sheegaan oy caayaan oy ceebeeyaan oy cambaareeyaan oy dadka ku diraan oy damiyaan oy bakhtiisiyaan bay doonayaan laakiin wallaahu mutimu nuurihi ilaahay nuurkiisa wuu taamyeelayaa yaa lagu taamyeelay laakiin adiga muslimka ah waa inaad u istaagto si nuurka ilaahay u taam noqdo oo islaamka meel walba u gaaro oo islaamka cizi u lahaado adaa lagaa rabaa inay kaalmo lagaa helo huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin markii ilaahay uu nebigiisa ku lahaa sala allahu calayhi wasalam ilaahay nasrigiisa iyo mu'miniin buu kugu ayiday markuu ilaahay lahaa bita'iidka macnihiisa waa maxay ma inta raashin uu soo kariyaan bay nebiga u keenaya inuu cunaye maya waxaa loogu ayiday waa inay diinta u nusreeyaan oy diinta u gargaaraan oy nabiga garab istaagaan sala allahu calayhi waalihi wasalam meeshaasoo kale alla rabaa inaad ka soo baxdaan walaalayaal oo aad diinta garab joogsataan oo eherka u dhaqdhaqaaqayo aad garabkooda ku xidhnaataan baa la doonayaa inaad ku xidhnaataan garabkooda ayaa la doonayaa oo kuwii nabiga ilaahay ku ayidee mu'miniinta ahaa ee diintiisa uu ku xoojiyey aad noqotaan ayuu almu'minuun saasaa laydinka rabaa innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun buu ilaahay leey annagaa soo dejinay diinta waxyiga annagaana ilaalinayna see lagu ilaalin adaa lagugu ilaalinayaa adaa lagaa rabaa xilkaaga inaad qaadato meesha kaaga aadan inaad ka qabato la rabaa diinta oo ilaahay midkuu ku xirfiday aad noqoto ayaa la doonayaa sida lagaa rabo sida weeyaan haddayan taa dhicin wax diin ahoo noo baaqi ahaani ma laha macallimiintanada oo diinta barayso dadkana way iska kala tegayaan ilmahana way duloobayaan waalidiintana iska horumarayaan way dhammaanayaan ummaddoo idil ummad aan khayr lahayn bay noqonaysaa eber iyo eber baan ku soo baxaynaa eber iyo eber baan ku soo baxaynaa welise waan roonaayo inta ay dhexdanada dugsiyo qur-aanka oolan yihiin oo ay oogan yihiin oy masaajidu camiran tahay oo muslimiin dacwada u dhaqdhaqaaqayso la helaayo oo intan oo kaleo diin iyo dacwo isugu imanayso la helaayo weli waan roonaayo rajaan leenna alxamdulilah laakiin marbay inta naga dhammaani doonaan marka inta naga dhammaadaana meel cidlan taagannahay eber wey wax laysugu iman doono male taa marka intaanaan gaarin aan dadaalno oo aan iskaashannoon isgarab qabanno oo diinta aan garab istaagno waxa lagu leeyay kaalmee ma aha shaqsi waa diinta war ilaahay diintiisa waxa garab istaag lagu leynayo canugaaga markaa qurxiso oo aad daba istaagto ood koontaroosho oo wuxuu soo bartay aad hubiso oo aad macnaha ruux indhaha ku hayo noqoto canuga maaha waxaad fiirin waxaad fiirin waa diinta ilaahay kitaabka ilaahay seebuu u bartaa xageebuu diinta ka joogaa tacliintiisa intay gaartay xaggaad u socotaayo diin baad u socotaaye waxaad dhowri canugan maaha canugan habeeni maalin buu kula joogaa macallinkaa markaan ku leeyahay war karaame oo cizi ha kaa helana ma aha isaga cayntii waxaad karaamayn waa diinta ilaahay ku duugay ee uu taagan yahay uu dadka barayo weeyaan war diintii ilaahay
dhulka yaanan dhigin aan u gurmanno aan garab ka qabanno aan kaalmayno aan karaamayno annaga wax ku noqonayna nabigeennu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam inna allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin kitaabkan ilaahay dad buu kor ugu qaadaa buu darajadooda dadna hoos buu ugu dhigaa kitaabka unbaa imtixaan kugu filan walaalo adduunka iyo aakharaba haddaa darajo dooni kitaabkaa cize haddaad doonayso darajo xumana kitaabkaa la yac oo ihaanayso iskaga tag xadiidka nabiga waa ku sifaysan tahay ina allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin saasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidkaa waxaa sheegay cumar bnu khadaab radia allahu tacaala canhu sababta uu u sheegayna waxay ahayd nin ibnu abzaah la yidhaahdo oo dadkii la xoreeyey ka mid ahaa ayaa nin ay safar isku arkeen wuxuu u sheegay inuu maka ooga soo tagay oo uu ooga dhigay waali xukumo markaasaa cumar wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu markuu sidaa u sheegay rasuul nabigiinna nabigeenna waxaan ka maqlay buu yihi sala allahu calayh wasalam isagoo leh in allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin sababtoo ninkaas yaa xaafidulqur'aan ahaa nin ibnu abzaa la dhaho oo xaafidulqur'aana yaan maka uga soo tegay buu yidhi oon madax ooga dhigay ninkii xukumayay cumar safarka isku arkeen kolkaasuu cumar yaabay ibnu abzaaha waa kuma waa nin xaafidulqur'aana buu yihi oo dadkii la xoreeyey ka mid a cumar wuxuu yihi nabigiinaan sidaa ka maqlay buu yihi in allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin xadiidku waa caam ninka dooni darajo koraysana kitaabkan unbuu karaamayn ninka aan darajo rabin oon ilahay agtii waxba ka rabinna kaa unbuu ku istaagi oo dhulka dhigayaa oo ihaanaysanayaa oo karaamo tirayaa bas intaasaa kugu filanba imtixaan marka wax danteenna un weeye walaalayaal waxaan isugu nimid iyo waxaan iskala hadlayno iyo waxaan doonayno hadafkeenna ahoon u soconno intaa weeyaan waxaa ka qaylisiin macalimiinta ee kaa qaylisiin shariifka waxa weeye wax dareen ahoo ku jiro weeyaan oo ay dareensan yihiin dadka maanta joogo sidaa yihiin marka musiiba aafa awey waxaas wax nagu dhacay wey inta aan ka dadaalno biidni illaahi tacaala aan soo jeedsanno aakhiru zaman baan joognaa oo qiyaamihii baan qarka u saarannahaye inta aan la tegayna sahayda ah aan suubsanno watasawaduu faina khayra zaadi taqwa ilaahay baa yidhi war adduunka sahay ka qaata sahay taqwa u khayr badan buu alla leeyahay taqwada ilaahayna waxay ku jirtaa inaan diintanada karaamaynoon cisayno karaamada diintaaba taqwa ilaahaya maxaa le diinta karaamaynteeda ilaahay baa ku amray ihaanadeedana ilaahay baa kaa reebay taqwadana labadaa unbay ka kooban tahay wixii ilaahay uu ku amrood qaadatay wuxuu kaa reebood ka harto raalliga ahaada hadalka waan idinku badiyey ee nin iska hadlay unbaan ahaa oo nin haddee wax soo diyaariya ma aan meesha baan iska soo fadhiisto kaalma baa la yidhi mogta marka raalliga noqda waa idinku dheereeyay ikhwaani fillaah wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu intaa aan isu dardaarannay aan fulinno weliba waxaan kula talin lahaa macalimiinta waxyaabaha ay ka calaacalayaane dhibaatooyinka madaarisada ka haysto tan keliyana ma ahe meelo badan oo madaaris xaflin loogu qabtay oo aan tegayna macalimiinta saan bay u weynayaan wax caam ahaa dhacaynimayo meelo badanoon tago xafladan oo kale lagu hayana macalimiinta calaacalkan unbaa ka yeedhi macalin mahad sheegan waan la'nahay sidan unbay u oynayaan saan unbay u calaacalayaan ilmihii iyo waalidkii iyo dhaqaalihii iyo dugsigii qaab xumadiisa unbay ka calaacalayaan waalidiintiina way joogaan xoolaa laga buuxaa iimaan hadduu ilaahayna siin lahaa iyo qanaaco waxaan hayna waxbay ku filnaan lahayen ayuha almuslimuun waxbay ku filnaan lahaayeen marka waxaan dhihi lahaa macalimiinta laftooda dadka intay dhexgalaan waalidiinta guddi ha u sameeyaan oo arrintan gaara oo waxyaabaha dhibaatooyinka xaadisaadka imaanayo ka shaqeeyo sida hadduu dugsiga dayactir u baahdo sida haddii ayaga laftooda ay dhaqaale korin u baahdaan haddii ilmihii wax looga baahdo dhinac kastaba yacni saas waan ku talin lahaa lafteeda muslimiinta baraarujin way u baahan yihiin iyo in la isku duubo oo la isku xiro way u baahan yihiin wixii isku duubna iyo isku xidhanaan ay ku keeni waayaanna kala taasanaan tafaruq kuma keenayaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu fadiilatu sheekh maxamuud xafidahu llah waa sheekhayna oo masaajidka ka mid ah kubikoni ku taasho oo lagu magacaabo masjid memon maasha allah tafsiirka ayuunuu akhrihaa waxaa ilaahay ka barinaa inuu cumrigiis ilaahay sii zaa'ideeyo iyo jannada inuu ilaahay u kaso aamiin aamiin waxaa kusoo dhawayn doonaa insha allah nashiida oo gufraan ah oo soo qaadi doonto aaliba caaisha cabdulqaadir falyatafadali mashkuuriin maajuuriin
وقفت أمامكم لألقي في مسامعكم نشيدة حول الغفران، حول طلب الغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. فذنبي كثير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل، بأن لديك شفاء العليل. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب، وأنت الذي تقل الذنوب، وأنت الذي عصيتك ربي فأمهلتني وتستوني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود، رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد. فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعفو عني فذا يوم عيد، وإن تعفو عني فذا يوم عيد. سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا النعيم. أحبك ربي وهذا رجائي، بأنك تقبلني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد يا إن أمهد علينا ما دام حفل دينا أد كسوق قيب قشان أد يا أد أيان أو فرحني. الحمد لله إله يا مهد إسكله. أنا وحاء هاي أرضي أو دقتو مركز الفرقان، وحان كمدة أرضي
ardayaasha ugu horeeyeen oo ka soo qayb galay madrasatul furqaan alxamdulillaah wax badan oo badan ayaan ka faa'iiday aan soo koobi karin maxaa yeelay markaan ugu horeeya aan soo galay wax saas u badan ma u aqaanin laakiin bifadli illaahi alxamdulillaah maanta aanu ismahadinaynin ilaahay mahadiisa meesa ayaan ka gaaray kaas ilaahay uu mahadinayaa teeda kale ilaahay kadib macalimiinteena aad ayay nagu soo dadaaleen oo heerkan ayna soo gaarsiiyeen awaalkooda ma gudi karno miisaankooda xasanaadka ilaahay ugu daro insha allah wax yar ayaa ugu talagalnay guddigeena maamulkeena shariif cumar tiptop ha ku soo dhawaado wax yar hadiyi ayaan ugu talagalnay inaan siino تكبير تكبير الحمد لله وحبنا يونو وسو دلالة إلى عافمات كيسا ودما يسترو سدوك المعلمين تينا كلنا ودنا عكستو إنجريس هنقطو مسجدين تهنقطو أيغانا وحبنا يونو سوف أيدين أوالكو لمقود كرنو لكن أيغانا وحي رأي أو تلقلنا وحان قعصنا مدير كينا أستاذ كينا أستاذ أحمد حاجي الصلاة هاكو سو دوادو asaga ayaa ugu dhiibaynaa hadiyooyinkooda halo alxamdulilah sidoo kale macalinkeena wax badan asaga ayuu soo dadaaleen abaalkiisa ma yaraysto isaan ognahay wax kasta muraadkooda ay leeyihiin ilaaha u saalo adduun iyo aakhiraba aakhirna janna ilaaha u awaalmariyo amiin awaalkooda ma gudi karnay anaga halkan ayaa kusoo gudbaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu macalimadeena aad iyo aad ayaan u jecelnahay shan aygoo ah ayaanu joogan oo waxna soo baray aan ka bilaabay macalin axmed macalin cusmaan macalin khatiib mister weere iyo mister cabdallah shantaas macalin ayaa kulligeena na soo baray insha allah hadduu ka waxaan kusoo dhaweyn doonaa mudiirka madrasada ustaad axmed xaaji yare salaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد إلهي سبحانه وتعالى أصغى يا مهد اسكاله سوكا يكيني قاعا أما جلسة أنك أم فردينه meel la fariista ama jalse la fariista midda ugu khayr badan weeye siduu nebiga sheegay calayhi salaatu wasalaam ka soo qaybgalayaasha xafladana uu la soo qaybgalay na soo qadariyeyna ajiibay dhammaan waxaan leeyahay abaalkiina allah ayaa gudi kara subxaanahu wa tacaala laakiin annaga waxaan idiin dhahaynaa shukran wa jazaakum allahu khayra aljazaa ajiibidda adinka aadna soo ajiibteen imaatinka adinka aad noo imaadeen wayna farax gelinaysaa aad iyo aad maxaa yeelay qaaca iyo fadhiga waalidka markii la waca meeshii laga waca markuu ajiibo qofkii uu u tegay aad iyo aad ayuu ugu farxayaa faraxa iyo fadhiga kan ahna waxa weye waa shay lagu dhiirigelinaya owlaaddii annaga aan wada dhalnay oo aan u taagannahay tarbiyadooda iyo horumarintooda oo aan doonaynana inay noqdaan berri jiil ummadda horumariya u nusreeya diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala
run ahaantii horteyda waxa weeye culimo ayaa ka hadashay sheekhayga Sheikh Maxamuud Xuseyn. Waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa, run ahaantii waa sheekhayga oon darsiga ka dhagaysta oo in badan kutuba aan ka dhagaystay. Waxaan leeyahay wixii hortiisa aan ku hadlayana inuu ii dulqaato, maxaa yeelay ardaygiisa ayaan ka mid ahay. Sababta maxaa yeelay macalinkaagii markuu ku hor fadhiyo wax badan aad iyo aad jeceshahay ina ma shegsheegi kartid, marka sidaas daraaddeed aad iyo aad ayaan u qiimeynayaa. Wixii uu na faa'iideeyeyna waxaan leenahay miisaankiisa aakhira ilaahay ha u saara. Waalidiinta kelima ayaan dhahayaa, waqtiga waa idinku dheeraaday, in badan ayaad meesha fadhiiseen, waad ku caajisteen, wax yar ayaa noo dhiman. Waxaan idiin leeyahay sabra, aad iyo aad noogu dulqaata, inta noo dhiman, inta noogu dhammaanaysa, intaa ayaan idiin dhahayaa. Shukrigaas iyo kelimadaas kadib, run ahaantii madarasada oo maanta xafladeeda halkan lagu dhigaya laba qaybood ayay u kala baxaysaa. Waa qismun tacliim oo horeysa dhammaysay, in badan muddo badanna ay soo dhiganayeen gabdhahaas halkaas wada fadhiya, waa mutakharijiin. Sanadkan ayay ugu eg tahay ayaga waxa weeye way ka baxeen, maxaa yeelay ma aha olajeedada iyo hadafkana ma aha tacliintii way dhammeeyeen loolama jeedo, waxbarashada ma dhammaanays, min almahdi ila allahdi, dherabta ilaa iyo qofka iilka laga dhigaa wax luma baranayaa weligiis. Sidaas daraaddeed waxbarashadii way dhammeeyeen lagama wado, laakiin heerkii loo baahnaa way gaareen, ayaga way iswadi karaan, tacliintoodana sare way u qaadi karaan. Marka waxa weeye ayagana waan u mahadcelinayaa juhdiga iyo dadaalka badan ay tacliinta ay ku bixiyeen, sabarka badanoo ay bixiyeen. waxaa la wariyaa Cali radiallahu canhu inuu yidhi cilmiga laguma gaaraya maxaa lahayay ilaa sittatu khisaalin in la hela, wa tuulu zamanin, waqti dheer, wa xirsin, wa dakaa'in, dadaal iyo caqli badan, iyo macalin fiican ayaa macnaha cilmiga lagu gaaraa. cilmiga laskama helayo marka, alcilmu raaxatu ljasadi laguma helo. qofka hadduu yidhaahdo cilmi ayaa rabaa, sidaa rabaa ayaan u raaxaysanayaa, suurtagal maaha. maaha inaa adigana aad raaxaysatid cilmina aadi aa heshid. cilmiga markii qofku uu baranayo waa inuu waqtigiisa u huraa, camalkiisa iyo shaqada badan isaga uu hayo waa inuu geliyaa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala. barashadeeda ayaa la rabaa inuu macalinka waxbarayo uu u sabro, waxaa laga rabaa madarasada uu aadayo sidaa oo kale inuu sabar uu u muujiyo. intaasoo dhan markaas ayaa hadafkiisa iyo hammigii isaga uu lahaa uu gaaraya. wa ilaa qofka hadduu hammigiisu uu gaaban yahay, uu rabo adduunyada iyo cilmiga inuu ku soo koobo bil iyo maalmo inuu ku soo koobo hadduu rabo, sidaa cilmi laguma baranayo run ahaantii. waxaa arkaysaa waalidiinta qaarkood, bacdulwaalidiin, in ay leeyihiin canugiiga waxa weeye wuxuu dhiganayaa halkan afar sano ama shan sano, maxaa yeelay waxna ma dhammaynina, qur-aanka muusan dhammaynina, maxaa ku dhacay? su-aasha adii inaa isweydiisid oo dib adiga iskugu noqotid ayaa loo baahayaa. sababta maxaa yeelay cilado badan ayaa keeni kara. waa marka ugu horeysa macalinka dadaal ayuu soo bixiyey, ardaygaas kaa waxa weeye qur-aan ayuu u soo akhriyey, adiga waalidow canugaagii ma daba gashay oo ma fiirisay tacliintiisa, iyo habeen waqtigaagii ma ku bixisay oo ma la fariisatay, mise shan sano ilaa laga gaarayo ayaa meel iska fadhisay oo shantii sano markii ay kuu dhammaatay ayaa macalinku ku soo oroday? run ahaantii waalidiinta way yar yihiin awlaadooda la fariisanaya, wakhti siinaya,
waxa ayaga ay soo qaateen ama ay soo barteen oo leh keena iyo horkeena oo hortooda la horkeenaya run ahaantii way yaryihiin. Haddii ay jiri lahayd waalid canugiisa la fariista habeen kasta la fariista, hadday jiri lahayd waxaa la heli lahaa irtibaaq iyo isku xirnaasho macalinkii waalidka, oo waalidkaas wuxuu dareemo wuxuu ku soo celin lahaa macalinka ayuu u keeni lahaa. Markaas wuxuu dhihi lahaa canugeyga cilladan ayuu leeyahay, waxaan u baahanahay cilladda tana in la daaweeyo. macalinkii markii sidaa loo baraarujiyo asa wuxuu isku dayayaa inuu cilladii uu daaweeyo inta karaankiisa iyo awooddiisa, wuxuuna leeyahay bal ikaalmay oo adna igu kaalmay oo igu saaciday. laakiin hadafka ma aha adigoon macalinna kaalmaynin, macalinna xaaladiisa adi aadan ogeyn inaa adi wakhti intaa xisaabtastidoo ardaygaagi aadan in badan adi aadan la fariisanin. sanado markii ay kugu dhammaadaan oo madarasada maalinka adi aa keentay iyo maalinka dhibaato dareentay oo wakhti badan oo adi aa soo qaadatay inaad timaadid, taa waa laga fiican yahay run ahaanti. waana bacdu lwaalidiin ayaa sidaa wada ah, ma dhahaya aniga dadka dhan ayaa sidaa wada amalihi, laakiin dareenkaas iyo dhibkaas wuu jiraa, bal in la daaweeyana way fiicanta oo aad iyo aad loo muraajaceeyo si ardayda loo hormariyo. run ahaantii culammada ayaa ka hadashay iyo dadkii iga horreeyey wixii cilmiga iyo fadligiisa ku saabsan, iyo ardaydii inta soo istaagay wixii cilmi uu leeyahay. waxaa weeye shayga ugu horreeya karaamada lagu helayaa, sharafta qofka uu ku helayaa aakhira iyo adduunya uu ku helayaa waa diinta Islaamku, waa diinta tan aamanta loo taagan yahay, diintii Nabiyullaahi Muxammed sallallahu calayhi wasallam lala soo diray. taa ayay tahay diinta maanta qofka sharafna uu yeeli karta, qiimo la'aanna dhigi karta. bal ilaahay ayaan idinku dhaariyay qofka maanta haddii uu barta luqad iyo uu ku dadaalo wax luqaa ahoo dad ku sheekaysanaya, haddii uu ku dadaalo uusan cilmiga tahaarada iyo nijaasada wixii laiskiga dhaqi lahaa uusan aqoonin, beri uu ku soo noqanaya. wuxuu leeyahay wuxuu dhahayaa shiikhow bal waxaas ayaa iga yimide maxaan ku sameeyaa, ma la dhaha barfasoriyo intaasoo sanaad wax baranayse waxaa baranaysay aw. marka run ahaantii awlaadiina ani malihi eesan iskuulna dhiganin eesanna baranin luqo malihi, laakiin ahmiyadda ugu horeysa diinta ilaahay siya. waxaan arkaa aan dareemayaa oo dareen xoog leh ani aan dareemayaa waalidiinta inay haminayaan awlaadooda inay diinta ilaahay ay ka wadaan ayagoo yaryar ay u wadaan luqo. dardaaranka aan ku siinayo waa hal shay, waa shayga ugu horreeya canugaagii oo afar jir oo shan jir ah, markaa madarasada subaxii adi aa ka wadid asagoo qur-aanna kuu dhammaynin kuu farbaranin, markaa geysid iskuul muxuu faa'iidayaa qur-aan iyo diin ilaahay muxuu ka keenayaa? wuxuu imaanayaa siddeed saac asagoo hurdaya asagoo dhibaataysan ayuu macalinka soo hor fariisanaya. marka waxaa ka shaqaysay canugaagii dhibkiisa iyo canugaagii inuu wareero labada jihaba, uu ku wareero jihadii madarasadana uu ku wareero jihadii oo maxallahayo iskuulkana inuu ku wareero ayaa dhacaysa. marka taas arrin aad iyo aad looga fiican yahay waaye. midda kale nasiixo kale ayaan rabaa inaan halkan idinku soo jeediyo, nasiixadaasoo ay tahay ama nasiixadaas hooyooyinka saalixaadka oo wanaagsan waa inay ku dayadaan hooyooyinkii wanaagsanaa oo dadkii ka horreeyey ah. nin taabiica la dhihi jiray Arabiica, qisadiisa ayaan idiin taabanayaa kadibna warku waa soo gabagabaynayaa hadduu alla idmo. nin ibnu maajuushan ay leeyihiin ayaa wuxuu yidhi maa ra'aytu axadan axfada lisunnatin min Rabiica, maanan arkin wiri nin
كحفظين بدن حديث كنبي صلى الله عليه وسلم ربيعة ربيعة وأذيغنا كما أهيد ربيعة أبيه سووح وأهانين آدي آد دذالك إيو جهادك آذي يو آد أدغالما إيوها وحوك دغالما يدلقاس إيو خراسان وحونا فرتي مغالوي انت ربضان ولليه السجستان أيو فرتيوان قائد كمذفر كأغوك بدن أيو أها عيدا ماذا أغار سيئي ننكا كا أوحو قبي هويني صالحات آد يا آد أوناكسا أيو قبي مالينك أوبحيي هويني ذي سوحي لهايد أور أي لهايد وليم أي سندقين أور كأي لهاي كدبنا ننكي وغتغي هواني جيسا 30,000 دينار أذي العق أودن صدن كن أو دينار أي وغتغي مركا مركي لقيمة يلعق بذن أي آهيد ننكا نوحو اسكتغي وحو آذي جهاد كيسا أي آذي هلكاس أي وحو آذي مركا إنو دغالمه أي آذي هايدي قيمها بالنيد أو شرفت بالنيد وي أم الشيء وحين دا شيء ويل أي دا شيء ملكين وحي أبحسي ربيعة ووين ذي عنو بيوكري كدمنا وحي حفظي سيسي كتك إلهي سبحانه وتعالى مركاسا كتك مركو حفظي قرآن كالي وحو آخرين سيدي طريقة أو أصدق نبي الله محمد لغسو دجي عمل أيو آخرين أي قرآن كمركو سيداس أحيف ذي أيو حدنا وحو برتي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيو برتي هنا أنتي هو يداس خيمها بدن لعكتي أو زوج كيدا ووتغي أو آذي جهاد كآذي هل كيكو بعس مدهب بيكو قدتي ما كراسي كدغتي مغوري في عني كسميساتي بل في ريه هو يداس قيمها بدن لعكتي او زوج كيدا كتغي ماشي كبحسي وحيكون نفقايسي عنو كيدا ربيع اها معلنكي وحبري اي يكون نفقايسي وحين اي كبحسي عنو كيدا سدو آذاب وكلها لها وكن قل لها بري نين أمد وح أنفع وح ترى سدو كن قل لها علمي بدن وكحن باري لها أيين الجرسيسي عنو بيو كريو وين هذي وعن قلي مرك نين وين علمي برتي علمي حنباري شيخ أدتك وح آخرين أيه دتك وح برية مسايد فدية أو دتك دين تيلاهي برية أو برا أيو نقضي كدب وحصل لابتي أبيه سو فروخ أها أي أصال لابتي صدا سنة أيو مقنا دمانتا صدا سنة قفل لغا مقنا كروها ويني إني جرت مبو أمالينا يبا أدي لو سنة لغا مقيا هي دغالك علوس أي أدي عدونا لكن هدو قفك دينة إلهي وكو مقيا هي جهاد وبحينيا دينة الله وحي أمرتي أفر بلوت كدب قفك إنو صالبت لكن جهاد كاسغو آذي مغالو ينفق فق وان مانتا عالم كا وحاجرة هير سارة و ديارة ده لسكو وقوشا ايا لهيليا لكن مالين كاس فرس ايا لأذيك سني ننكي سيدا اها عبيه مركو صالب تي مؤوغ مغالي ذي وكسو نقضي هاويني ذي سوحي دا شي مؤوغ من نوشاهي وموح نولمي دا شي مقابرا مسويل كما ورقبا مقالة المدينة أيو اسكسو غلي كدب نووحو غلي قري أيو غلي مركاسا قري سو الباب كفوراً مركو غلي إلا ويلكي نووحو جوغا قري أيو جوغا أصغو نين دلان يرا مير سارا أيو كاركا يهوي ديس نووحي جوغتا قري أذيغا ميل حسائي جوغتي مركو نين كان أو سيف صوت مركو عركي أو قري نسو غلي مركو عرك intu guriga kasoo dagay ayuu ninkii ku dhigay safety uu watay kulleetiga ayuu isla qabtay
asagoo leh ay cadowga ilaahiyow ma waxaad isku soo qarinaysaa bijunxi dulaami aw bijunxi leyl habeenka mugdigii miyaa isku soo qarinaya adigoo raba inaa weerartid dad oo iska oo maxallahay maras ah inaa weerartid adigoo ribtid miyaa soo weeraraysaa hadalla ayay isdhaafsadeen isma oga wiili aabihii inay yihiin iskama warqabaan labadii nin way dagaalameen wiilkii aabihiisa dagaal culus ayaa dhex maray watasaawaba min kulli rajulayni way isla boodboodeen ninba laakiin wax isma gaarsiinin markaasaa codkooda ayaa kor noqday jiiraankii iyo dariskii meesha joogay oo idil ayaa waxay ka soo baxeen min kulli sawbin dhinac kasta ayay ka soo baxeen waxay kaalmeeyeen ninkii ayay kaalmeeyeen shiiqa ahaa rabiica ayay gacan siiyeen ilaan ninka ay yaqaaniin ninkan ma yaqaaniin markaasay gacan ay ku dhigeen markaasaa wuxuu yidhi odaygii oo guriga iska lahaa ayaa isna qayliyey dadkii ayuu fiiriyey wa qaala markaasuu wuxuu yidhi yaa qowm isma'uu minnii haada albayt guriga kan ah baytii way waa gurigayga aniga ayaa iska leh xoolihiiga ayaan ku iibsaday wardadow ima taqaaniin miya aniga waxaan ahay uu yidhi farruukh weligiina ninkii la dhihi jiray farruukh ma maqasheen uu yidhi dadkii jiiraankii iyo ollaga ila ahaan jiray aaway sidaas ayuu ku dhawaaqay wuxuu yidhi waxaan maqnaa ayuu yidhi thalaathiina caaman soddon sano ayaa mujaahid ahaa dagaal ku jiray sidaas markuu leeyahay dadkii way istaageen kadib zawjadii oo xaaskiisa ahayd way jiiftay ayada markaas markii waxay ku kacday qayladii iyo buuqii kadibay soo baraarabtay oo way soo kacday waxay aragtay zawjkeeda oo lagu dhegan yahay canugeedana uu ku dhegan yahay markaasaa waxay tidhi dacuuhu war iska daaya dacxu yaa rabiica rabiicaw adna daah markaasay u sheegtay waxay dhaahday war waa aabbahaadee iska jir haddana ninkii ay zawjkeeda ahaa ayay la hadashay abaa cabdiraxmaan oo waxay tidhi wiilka kana waa wiilkaagii waa wiilka beerkaagii ka soo go'ay markii arrimahaas dhegihiisa ay taabteen ayaa odaygii naftirkiisa wuu naxay dib ayuu u degay canugiina asna wuu ka fuqay gadaal ayuu u laabtay kadibna qoorta ayay isgishteen way issalaameen kadib zawjadii waxaaway waxay la fariisatay maxaaldhahayay ninkeeda markaasaa markii ay fariisteen ayay isdhaafsadeen warkii iyo xaaladii marka markii ugu horeysa dabeecada bini aadanka insaanka waxaa ka mid ah wax la yidhaahda xoolo jecel isla markiiba ninkii zawjkii oo maqnaa intaasoo sano maqnaa wuxuu su'aalayaa thalaathiina alfu diinaarin war wuxuu yidhi zawjadeedii waa soo laabtee lacagtii aan ku dhiibay maxaa ka haray sidaas ayuu weydiiyey markaasaa jawaab fiican ma aysan u jawaabin horay jawaab ma aysan ka siinin way ismaaweelaysay haweenka waa khatar moogta su'aal markii la weydiiyaa isla markii intay ay ku fikiraan ay ku baasayaan meel kale adigoon fahmaynin marka meel kale u baastay ninkii waa la maaweeliyey cabaar kadib wuxuu soo celiyey haddana war lacagtii aan ku dhiibtay aawe ayagoo sidaas dhaafsanaya ayaa mu'addinka adimay kadib aabihi wuxuu aaday maxallahayay masaajidka ayuu aaday markuu salaada dukaday kadib canugiisa oo rabiicata ra'yi ayaa la yidhaahdaa kadib wuxuu fariistay maxallahayay kursigii asaga dadku wax ugu jeedin lahaa oo magaalada madiina dadkii ku sugnaa oo wax ugu akhrinayay oo masaajidka ayuu fariistay dad badan ayaa meesha soo fariistay odagii wuu yaabay ma fahansana inuu wiilkiisa yahay meel dheer uu uga muuqdaa mana arkay markaasuu yaabay muddo markuu fadhiyey oo cilmiga shiikha uu bixiyey oo meeshii la kala tegay maanta karaamadarada iyo sharafdarada culimmada lagu samaynayo maahe
waxa arkaysaa maanta sheekhiya wax akhrinay ya markuu darsiga sidaan u dhameeyaba arday maroodi waay kuwan dad maroodi ah leeyahay horey kaba ka qaadanaya sheekhiyon kiimba hortiisay ka cayaan sidaas ma ahin sheekhi markuu albaabka ka baxay ardaydi way soo kaceen sheekhiya la dhaweeyay wala sagootiyay banaanka markii ay isla baheen aabahu yabayahay sheekhan cilmiga badan nin oo meesha fadhiyay ayuu su'aalay markaasuu wuxuu yiri niyo waxaan ku weydiinayaa ninka sheekha oo sidaan wax u akhrinaya cilmiga tirada badan leh yuu yahay oo hadda ani aan dhegaystay oo ani aan maqlay ninkii la fadhiyey ayaa wuxuu yiri ma taqaanid miyaa sheekh ma magaalada madiina miyaa jiraba axad miyaa ku suganaan aqoonin rabiicata ra'yi sidaa ayuu ku dhawaaqay markaasuu yaabay war wuxuu yiri aniga waxaan ahay yiri nin mujaahid ahaa intaasoo sana waxaan ku maqnaa maxallahayay jihaad fii sabiilillaahi ayaan ku jiray marka magacii waxaa lahaa ayuu yiri faruukh sidaas ayaan muddadaas ayaan maqnaaye bal ii sheegu yiri markaasuu u soo celiyey wuxuu yiri ninkan waxaa la yidhaahdaa nin sidaa ah tilmaamihii ayuu tilmaamay wuxuu yiri waa nin hooyadiisoo uurle laga tegay aabihiisa mujaahid ahaa dagaal galay aabihiisa aan la ogeyn inuu dhintay inuu nool yahay xitaa ninka hor fadhiya ma yaqaan inuu ninkan aabihiisa yahay marka ninkaas waaye ninka sifadaas leh hooyadii hooyadaas fiicanaa tarbiyaysay diintii ilaahayay kula jihaaday wakhti badan ayay ku siisay cilmiga sidaa ayuu ku gaaray maamadaas fiicanaana soo saartay cunuga tana markaasaa ilina ka soo daadatay aabihi sababta maxaa yeelay hooyo fiican ayaa soo barbaarisay markaasaa ilin ayaa ka timid ninkii kale wuu yaabay wuxuu la oynayaa ayuu fahmi waayey markaasaa wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay oo la oynaysaa marka wuxuu yidhi ma uusan u caddaynin wuxuu yidhi ani ayaan markii dambe wuxuu dhahay aabihii oo wiilka ayaan ahay uu yidhi oo muxadidka ah oo sidaa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo u akhrinayay aabihiis ayaan ahay ayuu dhahay guri uu ku soo laabtay marka masaajidkii markuu ka soo baxay wuxuu yimid gurigiisa ayuu yimid markuu guriga uu soo galay ayuu isagoo faraxsan ilinta ka qubanaysa ayuu gurigii soo galay markaasaa zawjadiyaa la hadashay maxaa kugu dhacay oo u oynaysaa ilinta kaaga da-aysaa markaasaa wuxuu yidhi waxaan soo arkay uu yidhi maxallahayay wixii oo qiimaha badnaa oo rabiica oo waalidkayga rabiica ah oo cilmiga oo faraha badan oo xambaaray ayaa maxallahayay qalbigayga iga oohiyey sidaa ayuu ku dhawaaqay aabihi hooyadii lambarkaas ayay uga faa'iidaysatay marka waxay tidhi keebaa khayr badan 30,000 dinaarin 30,000 oo dinaar iyo waalidkaagii oo cilmiga iyo sharaftaas xambaaray keebaa labadaas khayr badan markaasaa wuxuu yidhi ilaahay ayaan ku dhaartee waxaa khayr badan uu yidhi wuxuu asaga xambaaray oo cilmi ah oo xambaaray ayaan ka jeclahay uu yidhi adduunyadoo idil haddii la isiiyo oo xoola iyo maal ah marka ma garateen waalidiinta sharafta badan qisadaas cibro ayay idiin tahay waalid kasta hooyo kasta wax dhashay iyo aabo kasta wax dhalay cibro ayay u tahay ku tarbiyaya awlaadiina diinta ilaahay bara kuna tacliimiya marka waxa weeye ayaga ayaa berri iyo aakhiraba markii adduunya iyo aakhiraba idiin anfacay marka adinka berri aad dhimataan canug xaqaagii garanaya ayaa wax kuu taray laakiin canug xaqaagii aanan fahmaynin barofesor ku magacowday laakiin xaqa waalidku uu leeyahay aanan waxba ka garanaynin canugaas balaayo ayuu kugu noqonayaa ku tarbiyaya owlaadiina diinta alle subxaanahu wa tacaala barana la fariista ka digtoonaada yayna saaxiibo la yihiinoo yay la soconayaan in badanna la socda marka waalidiinta waa idinku dheereeyey iga raalli ahaada hadda wixii ka dambeeya waxaan bicnaha aan qaybin doonaa hadduu alla idmo subxaanahu wa tacaala jawaa'istii ayaan bixin doonaa sida horey aanu idinku sheegayba
marka dad mutakhrijin ay dad quraanka khatmi sameeyay ayay madrasada soo saartay macnaheedana ma aha madrasada jalsada hadda tan ugu horeysa ayaa bilow u ah ilma ay soo saaraan ha u fikirina madrasada waxay soo saartay arday tiro badan maanta xir ah kuma qanna soomaaliya qaybo ka mid ah kuwa oo cabdirauuf hadda uu ka mid yahay oo dhiganaya madrasada munawar asana waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaalaa ha ku sugo diintiisa sababta maxaa yeelay ardayga markuu yar yahay dadkii ugu horreeyey ayaa horey u tilmaamee uu iska dhib badnaan karaa macalinkiisu dhibi karaa wuu dagaalamayaa ee waalidku wuxuusan jirin ayuu u sheegayaa laakiin berri inuu fiicnaada ayaa dhici karta marka in lagu dadaalo ayaa muhiimadda ah marka hada wabillaahi towfiiq wasala allahuma calaa nabiyina muxamed وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مركوحا بلا بينا عفوا رالي هذا الدوية بدن كما جرتو هلكا كنا adduunyada waxaa ka fiican waxaa idinka abarateen hadda waa arkayseen ninkii faruuq ah wuxuu dhahay haddii adduunyada dhan oo la isiiyo oo xoolaha waxaan ka jeclaa yuri wiilkayga oo xambaaray diinta alleh marka waxaan la bixinaya waxa weye waa dhiirigelin ku dadaala awlaadiinana inaad ku dhiirigelisaan diinta alleh oo markasta canuga markuu maalan qur-aanka uu dhammeeyo ku dhiirigeli canugaagii maxaal la hayay inuu diinta alle horumariyo uu noqdo mid berri bulshada anfaco sidaan ku soco cilmiga sii baro xadiidda aakhiri inaad sidaa kula dadaashaan ayaa loo baahan yahay marka insha allahu tacaala waxaan jawaa'ista ayaan qaybinaynaa meesha way kulushahay lama fadhin kara intaan ka badan iyo shahaadooyinka isku jiro wixii shahaadada ayaan dhiibaya dualaymo ardayga ugu horeeyo oo khatmiga sameeyey qur-aanka waxaa la yidhaahdaa magaciisa Faisal Cabdicaziis Sheekh waxaa gadoonsiin doona macalinkeena macalin Qaasim oo aad ogtihiin maxallahaya oo jiraankeena asaga ayaa gadoonsiinaya insha allahu tacaala فليتفضل عبر وتجنني سيئات إلا بحيا في عن به به وبح شهادة ذا المرة سلار هيا سلقبت قيس كفو قيس ardayga xigo waxaa la dhahaa Maxamuud Axmed Maxamed way ardayga xigo kala waxa ardayga kala xigo waxaa la dhahaa Maxamed Cabdi Nasir ardayga waxaa la yiraahdaa Fuad Cabdicaziis shukran shukran waxaan ku soo dhaweeyneynaa ustaadka naaibka ka Xasan Cabdi Latiif ustaadkeena Xasan Cabdi Latiif
maanta nooma imaanin laakiin macalinka ayuu soo diray. سعيد عباس أردك حيوة خالد أحمد محمد سفي عزم أرضي كلوحي وحل إرادة عبد الرحمن عمر شريف عبد الرحمن عمر شريف أرضي كلوحي وحل إرادة محمد أحمد محمد أرضي كل حي وحلي رادع عبد الله عثمان شريف أرضي كل حي وحلي رادع يحيى عبد القادر أبو بكر أرضي كل حي وحلي رادا أحمد خالد عمر والله يقان ثابت شكرا أستاذي وحن وعي الوالد شيخ أحمد نعم وحن وعي عبد الرحمن ظاهر فارح سوبوبسيا وعي محمد أمين عدي أرضي كلاحي وعلي رادا يحيى أبو بكر إنو حنوسي يا نوم علينا يا كجوجا يحيى الليبان أبو بكر والد كيس وحي مت مال سوما شهادة عن واسكا هسنا مسينا يا دودي دم يا هاي أرضي كلا حي وحالي رادا محمد عبد القادر أبو بكر أشي أحمد واسكفر ريسان كرتا وحنكو سودوين يا عبد الغفار أرضي وحا حيق وحا لي رادا كمال إسماعيل أبي سجوغ أملي صلى الله عليه وسلم كمال إسماعيل صوصع جيسكا قبصة ده
أرضي كل حجة وحال يرادا أحمد محمد عبدي ويدا ذالي سايا كل شيء إن أدى ذاشد على غارب صاحب ما هنا ملاه السعود شكرا سهيب بازي شريف عبد الله عبد الغفار عثمان أبيس لقدون سينا يا دنا أبيس سينا سبحان السلام وضي قريا أيوة ما سنتا اسكفرس قبل عاوة سكره مجلس بنك قبضها وها قدون سينا يا ما ممكن اوعى ملينا سعديه سو استكت أم يحيى ما لها سوي استكت أنت ما إيمان إنسان هل كاس قبده هاي سعدي مجوب تبيع هاي سوبت سوبت صف ذي قبده على سينا يا مس واحد شوتين مس قبده كل يوم ساكع يا قبده سوي استا واحد يجي قدوس يا الله يه قبل دو قرر اسمه قاعدة وحال لها آسيا عبد القادر عثمان أقف إنه نو قدون سيا في عنا الله لكن إن كرسي إنت اللي يصار ديغا في عن مركز هذا يسست يا قدوسي قدوسي وعاكو حيغا سلمى علي عمر يسرق بشهدوين ممكن كيان داهين يكلا سار يا متخرجين تكون معه قواد حكت واحد لرادا مريم عبد القادر مريم عبد القادر شكرا قواد حكت كل واحد لها أسماء أحمد ديري بسم الله بس واسكفر يسان كرتا هاي قبضنا هو إذا ذا يا وعيا هو يا أمين هسوي سكت يسرى أحمد حسن إخلاص إخلاص علي عمر وإذا ما جبته آية جميلة مريدي سعيد جميلة مريدي سعيد محمد ويجوب توارك يا لكن أسكفة دي سعيد لما كعنا رملة أويس مؤمن أو
iska fariisi markaan. Ay, Fadumo soo istaagt, Fadumo. Ummu Hassan. Ummu Hassan. Sobobsi. Gabadha la yiraahdo Ramla Abdirashid. Ramla Abdirashid. Ramla Abdirashid. Sumayya Ahmed Sharif. Sumayya Ahmed Sharif wa Hasina ya Anisa. Sumayya Sara Abd Ghaffar. Sara Abd Ghaffar. Amina. Gabadha xigta waxaa la yiraahdaa Asma Abd Wahid Sharif. أسماء عبد واحد شريف مجهوكت ميا وهي هاي قبضة كالي وحال دا وحال دا سلمى علي شريف مجهوكت لكن سانفيلا ينهروبي وكما خنطاي وحانو دي بيا آمينة إن شاء الله تعالى ذاتك هذا لسي وحاقرا شهادة ختم بمعنى ماها ويحفظين قيوبة ويحفظين قرآن كاكمدة لكن وحباه دي من وحشيك مركي لديبي وأمانه أمانة ذنا وحال الرواحة دابين كشكتيد آخرة هذه آية لغو قبسنية عليك أن تحفيد آنا ناهين وقرآن كسيدي للروي آنا حافيد وهين هذا دهدي بالروا حافيد أمام رب العالمين أذيك آية لغو ويدينية marka marna inaan ku dhacno laakiin waalidiintu waxa uu sheegayna canugaas inuu khatmi sameeyay quraanka sameeyay quraanka uu dhimay yahay tadriibaad badan oo muraajacad badan oo u baahan yahay sida hawla socdeen laakiin waxa ay horay dadkaas oo mutakharijiinta runaanti gabdhahan cilmiga aman maaho laakiin mal fiican bay ka gaareen mutakharijiin waayo xufaad waayo إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحن سؤال يا أمو الدين يا إنو الدين تود وكسوغ وحفظي محلها برنا أي نقضان كوى دعاده دين إلهي يبلشد أنفع إنو قدغ أي رجينينا وحا إنتو كجر أي وحيابها وحد الله سين دون أي ليهين أي ليهين وحوى وشي إنتا إنك بدن أي متستين لسيوي ayagana waxaan leeyahay dadaalka iyo waxbarashada inay sii wadaan haddii madrasada ay mutakharij ay ka noqdeen waxaa jira jaamacado oo diinta ilaahay lagu baranayo wayna yaqaaniin waana lagu xirayaa inay ay sii wataan waxbarashadooda iyo tacliintooda ay wataan waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waalidiintii gacanta ku siiyey oo aan ognahay waalidiin aad iyo aad u qiimo badan inay ayagana gacan badan ay ku siiyeen madrasada joogtaynteeda iyo imaatinkeeda iyo la socodkooda aad iyo aad ugu warqabay
runaantii gabdhahaas waa gabdhihii madrasada lagu bilaabay yaraantooda maantana heerkaas ay ku gaareen hal maalinna ma aysan iskuul aadin ma aynan ka tegin ingiriiska laydinku dul akhrinay madrasada ayay ku barteen macalimiintaas ayaa baray fajazaahullah waxaan leenahay macalin cabdallah master weri macalin cali oo xanuunsan oo isbitaal ku jira asna ilaahay caafiyo subxaana wa tacaala oo dhanka luqada u qaabeyshana xagga carabiga xagga naxwaha aad iyo aad uga soo dhisay maanta heer fiicanna ay ka joogaan macalimiintaana waan u mahad celinaynaa ayagana juhdigii iyo dadaalkii ay sameeyeen waa ugu mahad celinaynaa waalidiinta sharafta iyo qiimaha badan oo gacanta ku siiyey ayagana sidoo kale waan ugu mahad celinaynaa marka intaa kadib ayaga waxaan leeyahay waxaa fiicnaan lahayd in meeshaan ladinku gadoosiya laakiin maasha allah marka sida ani aan idiin sheega way intaan fafiirinaya marka waa dadaa raadinay maama umi ku soo dhowow maasha allah maba kuu jeediba kuma arkayna meel gaaban ay gashay waa dadaal iyo juhdi badanaa bixisa ilaahay kheyraa ku siiyo owlaadaadi ilaahay ha ku xifdiyo in badan ayaa dadaal muujisay dadaalka horey ugu sii soco oo ha gaabinin haddana gabadha ugu horeysa waxaa la yidhaahdaa xafsa cabdiqaadir cuhmaan maamada ayaa dhashay oo maanta mutakharijada marka waa ka shahaadatu xifdin iyo wa shahaada oo waxay qaadanaysaa mutawasit ah ayay iyadana qaadanaysaa gabadha xigta waxaa la yidhaahdaa anisa cuhmaan shariif anisa cuhmaan shariif ayadana shahaadatu xifdin iyo shahaadatu mutawasit ayay qaadanaysaa gabadha xigta waxaa la yidhaahdaa caaisha cabdiqaadir cuhmaan maasha allah gabar aad iyo aad u dadaal badan weeye dadaalkeeda inay horey ay usii wadato waxaa weeya shahaadatu xifdin iyo shahaadatu thanawiya ayay qaadanaysaa wax laska dhahayana maaha wax ay u qalanta waayo qofka laskama sheego wuxuu yahay inuu la sheego ayaa muhima shahaadatu thanawiya markii lagu leeyahay way u qalmaysaa maanta meel alaale meeshay fadhiisato imtixaan ay ka gasho waxaan rajaynaynaa maamumi wax yar waxaan rajaynaynaa inay ay wax ka keeni doonto waana hadda waxaa u diyaarsan inay jaamacad ay ku biirta sida kisaauni oo kale hadduu alle idmo shaqadeeda ayaa lagu jiraa gabadha xigta waxaa la yidhaahdaa aamina cabdiwaaxid shariif ayadana kama yaraysato shahaadatu xifdin wa shahaadatu thanawiya ayay qaadanaysaa xagga cilmiga iyo maxaallahayay waxbarashadooda heer sare ayay ka joogaan ammaan lagu ammaanayana maaha waa xaq ay u leeyihiin in la sheegana mudan waayo waxaan dhahaynaa fajazaakum allahu khayra jazaa marka waa halmaanay geedatana inaan godoosina maama umi cafwan raalli noqo iga godoonsii waa iska hilmaamay insha allahu tacaala barnaamijka xifdinta iyo taxfiidka iyo khatmu lqur'aan halkaas ayuu ku dhammaaday laakiin waxaan rajaynaynaa inay waalidiinta ay dadaal badan ay muujiyaan ayaan ka rajaynaynaa owlaadoodana ay ku mitidaan raallida ahaada wakhtigana uu idinku dheeraaday waxaan halkan ku soo dhowaynayaa sharif cumar hadduu soo istaagi karo waxaan rabaa inaan u yeero oo dayfu sharaf aan siiyo sheekhayga mucallinkayga sheekh maxamuud xuseyn
marka waxaan gudoonsiinayaa amirka madrasada oo maamulaha ka in badanna soo maamulaya asaga iyo odayaal fara badan asaga ayaa muhima inuu gudoonsiiyo marka asaga ayaan ku soo dhaweynaynaa sheekhiga sheekh maxamuud falyatafadal mashkuuran ma'juura afwan raali ahaada wax yar daqiiqado maxallahay barnaamijka sidaas uu ku dhammaaday laakiin jawaa'is tiro badan ayaa jirtay waxaan u dib dhiganaynaa madrasada raali ahaada ayaa laygu xanaaqay madrasada ayaan u dib dhigaynaa laakiin waxaan meerinayaa dadka lambarada kowga galay imtixaankii madrasada la qabtay waxaa ugu horreeyey maxamed rayaan xasan laakiin wuxuu asaga leeyahay madrasada ayaa lagu siin doonaa waxaa ku xiga cabdiqaadir aadan waxaa ku xiga fu-aad cabdicasiis marka raggaas ayaga oo lixda juus galay gadaal ayaa loogu dhigi doonaa maadaama wakhtigii odayaasha ay daahsadeen waxaa kaloo jiro 15 ajzaa dad ka qayb galay ninka ugu horreeyey wuxuu ahaa axmed saciid oo aabihiisna aan u jeeda inuu gadaal fadhiyo laakiin abaalmarinta waxaa la siin doonaa madrasada ayaa lagu siin doonaa dualaynmo waxaa kaloo ku xiga saalax saalim waxaa kaloo ku xigay cabdifataax maxamed hooyada ubax inay ma arkin inay joogta in kale ma aqaana hooyadiisa ubax waxaa kaloo xiga cishruuna 20 juus dadka galay waxaa ugu horreeya cabdiraxmaan cumar cabdiraxmaan cumar waa nin dadaal badan asna waxaan leeyahay waxaad mudan tahay gadaal ayaa laga siin doonaa waxaa ku xigay ninka ay leeyihiin maxallahay cabdalla cuhmaan oo asna 20 juus galay waxay leeyihiin gadaal ayaa laga siinayaa waxaa ku sii xiga kamaal ismaaciil asna madrasada ayaa lagu siinayaa 2 juus ayaa qoran 2 juus waxaa gabadha ugu horreysa magaceeda waxaa la yidhaahdaa shahaad cumar shahaad ama shahaad cumar magacaasu way dhibaani markasta waxaa kaloo ku soo xiga barka baazi barka baazi iyo gabadha kale la yidhaahda shaymaa maxamed shaymaa maxamed dhinaca kale waxaa kaloo qoran mascuud cabdullaahi iyo yacquub xasan sudaysa ibraahim dadka qoran ani waa yeerinayaa laakiin warqadda waa iska haysanaya dib damba ayaa loogu bixinayaa waxaa kaloo ku xiga 5 ajzaa oo qaybaha juusaska khuluud cumar iqra cabdiqaadir iqra maxamuud ayaa ka mid ah 5 juus cabdiraxmaan maxamuud muusa cabdikariin oo aabiis aan arkayo oo gadaal fadhiyo aadam axmed 7 ajzaa 7 juus iyo 6 juus ayaa jiray gabadha ugu horreysa oo gasho waxay ahayd ramla cabdirashiid gabadha ku xigtana waxay ahayd faatima axmed gabadha xigtana waxay ahayd sumaya axmed shariif dhanka wiilasha waxay ahaayeen suhayl caydaruus iyo faysal cabdicasiis maxamuud axmed yaxya cabdiqaadir inta ayaan ku soo gabagabaynayaa waana mahadsantihiin hada wabilaahi towfiiq waxaa kaloon halmaamay cafwan waxaa waay waalidiin oo sharaf badan ayaa jira run ahaantii madarasada in badan wax u qabtay iyo abuukar cumar oo asna madrasada qayb weyn ka qaatay waxaa kaloo ka mid ahaa madrasada in badan wax saacideeyey ama haddii wax halaabaan wax ka dhiibay waxaa ka mid ahaa amiin cadow waxaa kaloo ka mid ahaa beeley marka raggaas waxaan leeyahay waa mahadsantiin yaana halmaamin waxaa kaloo aad iyo aad u qiimo badan gabadhii bilowday hooyadii bilowday madrasada inay roog iyo rinji dhista ay ku samayso ay mariso gabadhii ahayd wiilkeeda ilaahay xaafid ha ka dhigo waxaana la yidhaahdaa hani cuhmaan mana joogto saan filaya ee nairobi ku maqan tahay gabadhaas waa gabadhii in badan madrasada wax badan ay u qabatay ahayd oo rinji badan intay marisay roog cusub soo dhigtay waxaan leenahay miisaankeeda aakhirada ilaahay uu kaba owlaadeeda ilaahay xifdiyo
ayada ilaahay ku caafi intii wax dhiibteen oo dhan ilaahay sidaa ha yeel hada wabillaahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmaciin